صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصر. صباح الخير عليك يا جمانة. صباح الخير والسعادة والرضا على ناس وأهل بلدنا في كل مكان في مصر. صباح الخير على أهلنا الصامدين في قطاع غزة وكل أرجاء فلسطين. امبارح كان اليوم الرابع للهدنة والحمد لله ما كانش اليوم الأخير، لسه في فرصة لمزيد من التقاط الأنفاس، فرصة لمزيد من الهدوء، فرصة لحياة طبيعية اعتيادية يستحقها أهلنا في قطاع غزة كأي إنسان في الدنيا. الدولة المصرية نجحت في تحركات وجهود سياسية ودبلوماسية مكثفة جدا في التوصل لتمديد الهدنة لمدة يومين إضافيين. الاتفاق الجديد بيتضمن الإفراج يوميا عن 10 من المحتجزين في غزة من النساء والأطفال. في المقابل دولة الاحتلال ستفرج عن 30 من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. يعني إن شاء الله في اليومين اللي جايين النهاردة وبكرة هيتم الإفراج عن 20 إسرائيلي مقابل 60 فلسطيني، وده نجاح كبير جدا يا جمال. طبعا اكيد يا محمد، الحقيقه يعني احنا ابتدينا نتنفس الصعداء كده منذ بدايه هذه الهدنه، نتمنى بكل تاكيد انها يعني تمتد وتبقى وقف دائم لاطلاق النار، لكن بجانب طبعا فكره تبادل الرهائن والاسرى يا محمد اللي هي تعتبر بنسبه 1 لـ3، هذا بجانب دخول كمان المساعدات الطبيه والغذائيه والوقود وحظر الطيران الاسرائيلي في اجواء القطاع. والحقيقه انه تمديد الهدنه ده جه نتيجة للدور اللي لعبته الدولة المصرية في تنفيذ بنود الهدنة في الأربع أيام اللي فاتوا، أيضا التعامل السريع مع أي عقبات كانت بتواجه الإفراج عن المحتجزين أو دخول المساعدات، أيضا بجانب كمان فكرة أنه مصر كمان لعبت دور كبير جدا حتى تمتد هذه الهدنة ليومين إضافيين. مكسب كبير جدا يا جمانة في فكرة الهدنة عموما أنه يتم إدخال أكبر قدر من المساعدات. يعني القطاع زي ما تابعنا يعني حرب شرسة وهمجية لأكثر من 50 يوم، فكل المنظومة الصحية والغذائية انهارت بشكل كبير غير افتقاد الأمان. ففرصة من الأربع أيام اللي فاتوا واليومين اللي جايين أنه يكون في إمدادات أكتر للمساعدات الإنسانية بيحتاجها أهلنا في قطاع غزة. مصر الحقيقة بتركز جهودها على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح اللي استمرت مش بس الأيام اللي فاتت لكن طوال فترة العدوان من اليوم الأول، ومعبر رفح مفتوح من الجانب المصري ومستمرة حتى الآن بشكل مكثف ووتيرة أسرع لإدخال المساعدات وسريان الهدنة الإنسانية للمساهمة بقدر الإمكان في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية لأشقائنا الفلسطينيين داخل قطاع غزة. صحيح، يعني كل ده بيعتبر تجسيد حقيقي لنجاح الدبلوماسية المصرية في إدارة هذه الأزمة، الأزمة اللي بيشهدها قطاع غزة، وبيؤكد امتلاك مصر لمفاتيح الحل والقدرة على حشد كل الأطراف الأقليمية والدولية للدفع في اتجاه تمديد الهدنة والوصول بعد كده بإذن الله زي ما قلنا لحضراتكم لوقف شامل لإطلاق النار. وزي ما تابعنا أمس تبادل الرهائن والأسرى بين قوات الاحتلال وبين المقاومة الفلسطينية أو بين حماس. والحقيقة يمكن وإحنا بنتابع هذه المشاهد يعني
يعني في مشاهد بنتوقف كده عندها يعني غريبة جدا، واحنا بنشوف حتى يعني في عارفين خلاص في اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن وخلاص، يعني المفروض قوات الاحتلال يا محمد عارفة انها هتفرج عن عدد معين من الأسرى. الغريب جدا ان هو قبل هذا الإفراج بيتم التعامل بشكل سيء جدا مع المفرج عنهم او اسمائهم موجودة ضمن قائمة التبادل. وعلى جانب آخر بنشوف الرهائن اللي بتسلمهم حماس، الحقيقة بنشوف حتى تعاملاتهم مع المقاومة وهم بيركبوا العربيات عشان يبتدوا ان هم يتنقلوا ويروحوا للجانب الإسرائيلي. شايفين طريقة التعامل عاملة ازاي؟ ومن ضمن الحاجات الغريبة جدا كمان فكرة ان احنا كان تابعنا كده رسالة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لواحدة من الرهائن المحررين كتبت رسالة شكر لحماس. انا شفتها امبارح واستوقفتني جدا. والرساله طبعا مكتوبه باللغه العبريه وتم ترجمتها وانتشرت جدا على السوشيال ميديا امبارح، بتعكس يا جمانه بجد قد ايه الاصاله ونبل واخلاق الجانب الفلسطيني. زي ما بقول دايما حتى يعني الحرب لها اخلاق ولها قواعد بالزبط. يعني بتعامل معهم على انهم مدنيين بالزبط. يعني فكره ان هي بتقول شكرا شكرا من اعماق قلبي وان انتوا تعاملتوا مع بنتي كانها ملكه وان انتوا كنتوا بتاخدوا بالكم منها، وبرضه حاجة غريبة أنا استوقفتني جدا. وأكيد هي دي كمان رسالة للعالم كله، لأنه طبعا إسرائيل، ودي نقطة مهمة جدا قالتها جمانة دلوقتي، إسرائيل من اليوم الأول للحرب بتحاول تصدر فكرة أنه حماس منظمة إرهابية وأنه حركة المقاومة أشبه بحركة داعش، يعني بيقتلوا الناس ويعذبوا الناس. الرسائل دي بتدي اتجاه آخر تماما، يعني بتعزز فكرة أنه حركة المقاومة هي حركة مشروعة للدفاع عن الأرض، لكنها بتلتزم بأخلاق الحرب بشكل كامل، بتلتزم بأخلاق طبعا الدين وأيضا أخلاقيات الحرب. فكرة أنا شفت الرسالة الجميل فيها وهي بتشكر حماس بلغة يعني طبيعية جدا وبلغة فعلا تشعر أنه حماس أو حركة المقاومة استضافتهم بشكل جيد جدا ووفرت لهم كافة أوجه الرعاية الصحية وغيره. رسالة مهمة جدا للعالم أنه حركة المقاومة هي حركة إنسانية وأنه إحنا قادرين دايما أن إحنا ناخد حقنا بقيم حقيقية صحيح. الغرب بيتكلم عنها لكن احنا بننفذها على الارض. برغم كمان من ده يعني سريعا جدا انه حتى فكره يمكن قوات الاحتلال كانت بتؤكد دايما على الاسرى المحررين انه ممنوع الاحتفالات، ممنوع صحيح. حتى التهنئه، ممنوع ان هم تجمعات، ممنوع ممنوع ممنوع، بس بنلاقي انه الرهائن المحررين هم اللي بيخرجوا صحيح. وبيشكروا أعضاء المقاومة أو حتى بيتكلموا على فكرة التعامل الإنساني. فيعني أعتقد أنه في مشاهد كتير قوي خلال هذه الحرب هنتوقف عندها لكتير قوي، مش بس إحنا العرب اللي هنتوقف عندها، أعتقد العالم كله هيتوقف عندها لأنها مرة أخرى ساهمت بشكل كبير جدا في سقوط هذه الأقنعة. الغرب كان دائما ما يتحدث على أنه واحد الإنسانية وواحد حقوق الإنسان، أعتقد يعني بقى واضح للجميع هل بالفعل هم يتبنوا قواعد حقوق الإنسان أو حتى الإنسانية؟ أعتقد بقى واضح جداً. على أي حال بنصبح على حضراتكم مرة تانية، صباح الخير والسعادة وصباح الخير يا مصر. بنرحب من حضراتكم مرة تانية. خلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا هالة الحملاوي ونتعرف منها على أخبار الطقس في القاهرة والمحافظات، نقول لها صباح الخير. صباح الفل والخير عليك يا هالة. صباح الفل يا محمد، صباح الفل يا جمانة، وصباح الفل والخير والسعادة على كل اللي بيشوفونا. جولة سريعة في أحوال الطقس نستعرض مع حضراتكم دلوقتي. جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة، الطقس هيكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. في شبورة مائية الصبح هتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. في كمان فرص أمطار خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 22، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 28، أقل درجة حرارة في كاترين 17 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس وبالتفصيل بس بعد شوية. دلوقتي عودة مرة تانية لجمانة ومحمد ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك. شكرا جزيلا.
مشاهدينا كعادتنا بنبدا معاكم اولى فقراتنا بتذكره لاهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، ومن اهمها استقبال سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي امس بقصر الاتحاديه لكاتالا نوفاك رئيسه المجر اللي بتزور مصر لاول مره. خلال اللقاء تم بحث اولويات التعاون في المجالات الاقتصاديه المختلفه واهمها قطاعات الصناعه والنقل والسياحه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم التوافق على تكثيف الجهود لزياده معدلات التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة. فيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية وما يحدث في قطاع غزة، شدد سيادة الرئيس على أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى أهالي القطاع بما يلبي احتياجاتهم المعيشية، مع ضمان عدم امتداد الصراع إلى الضفة الغربية. كمان أكد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن استقرار وأمن المنطقة يرتبط بشكل أساسي بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيدة كاتالين نوفاك رئيسة المجر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس استهل اللقاء بالترحيب برئيسة المجر في زيارتها الأولى لمصر، مشيداً بعلاقات التعاون التاريخية والوثيقة بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. ومن جانبها ثمنت رئيسة المجر التطور المستمر في العلاقات داعية إلى المزيد من التعاون بين البلدين الصديقين. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أولويات التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والنقل والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم التوافق على تكثيف الجهود الرامية لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة. كما تناول اللقاء الأوضاع الإقليمية بشكل مستفيض، خاصة ما يتعلق بقطاع غزة والضفة الغربية، حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المصرية منذ بداية الأزمة وحتى التوصل للهدنة الإنسانية في قطاع غزة، مشدداً على أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإغاثية إلى أهالي القطاع بما يلبي احتياجاتهم المعيشية ويحد من حجم المعاناة الإنسانية الهائلة التي يشهدونها، مع ضمان عدم امتداد الصراع إلى الضفة الغربية، مؤكداً أن استقرار وأمن المنطقة يرتبط بشكل أساسي بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ومن جانبها ثمنت رئيسة المجر بشدة الدور المصري في صون الاستقرار والسلام بالشرق الأوسط، معربة عن تقدير بلادها لجهود مصر سواء في العمل الدؤوب على تسوية أزمات المنطقة أو على المستوى الدولي في مختلف المحافل ذات الصلة. وقد اتفق الجانبان على ضرورة العمل على التهدئة وإدانة استهداف جميع المدنيين، مع رفض التهجير القسري والتشديد على أهمية عدم توسع الصراع إقليمياً. وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تطرق أيضاً إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث اتفق الجانبان على أهمية وجود تحرك دولي فاعل لحلحلة الأزمة. وقد استعرض السيد الرئيس من جانبه الآثار الكبيرة للأزمة على اقتصادات الدول النامية، مؤكداً وجود احتياج لطرح حلول سياسية تضمن استعادة الاستقرار في منطقة النزاع. يوم الجمعة اللي فاتت سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان التقى الشاب عرفة هاشم أثناء أحد جولات السيد الرئيس في محافظة القاهرة، وكان الشاب بيعاني من عدم وجود مصدر رزق دائم، فوجه سيادته بتقديم الدعم والمساعدة للشباب أو الشاب هشام وتوفير سكن كريم له ولأسرته. طبعا على الفور استجابت مؤسسة حياة كريمة وتواصلت مع الشاب عرفة ووفرت لي عربية جديدة تاكسي عشان تكون مصدر رزق دايم لي والأولاده، وكانت كمان وفرت شقة سكنية لي والأسرته. ده
بالأمس القريب كانت هذه السيارة مجرد حلم بعيد المنال لعرفة، لكن بعد التقاء عرفة بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحدى جولاته بالقاهرة تحول الحلم إلى حقيقة. ولادك دول؟ آه. ربنا يخليهم لك. أخبارك إيه؟ بتشتغل إيه؟ شغال سواء إيه؟ شغال على عربية. عربية إيه؟ عربية اللي هي سوزوكي. بتعمل كام؟ بتعمل كام في اليوم؟ ليه؟ مره 120 كده. بتاعتك العربيه اللي شغال عليها؟ لا شغال عليها سواق. سواق عليها. مفاجاه لم تكن متوقعه لعرفه، وهي ان يصل اليه فريق حياه كريمه ليفاجئه بتحقيق حلمه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا الحلم الذي كان بالنسبه له بعيد المنال. قابلت حضرته عند متحف الحضاري بعد الكوبري على طول، كنت رايح اكشف على اولادي وليت التشريفه راحت موقفاني، وقفوني ونزلت سلمت على حضرته وسلم عليا ورايح فين، قلت له رايح اكشف على اولادي، ورحت عمل موجود في المستشفى ورحت لقيت الناس مستنيين في المستشفى وكشف على اولادي وطمن عليهم وخد رقم تليفوني وصوروني، ده اللي تم معايا ودي كانت اول مقابله معايا. لا ما كنتش متوقع ان انا اجي اتفاجئ بالعربيه، انا كنت جاي مفاجاه عادي مقابله عاديه يعني. مشاعر متباينة امتزجت ما بين الدهشة والفرحة والامتنان تراها في أعين عرفة وأسرته بعد أن لبى الرئيس الأب حلم هذه الأسرة. أنا بشكره على كل حاجة هو عاملها معايا وعلى مع أولادي وعلى الكشف برضك مع أولادي، وقف معايا في المستشفى برضك، وعلى دي اللي هو برضك قابلني بيها برضك سيادة الرئيس ديت برضك، أنا يعني مبسوط بيه يعني. إحنا بنحب دايما الحالات اللي بتبقى معافرة، فهو معافر واحنا بنحب الحياه المعافره، فطبيعي جدا كنا نستجيب للحاله بسرعه طبعا، ونستجيب طبعا لتوجيه سياده الرئيس بسرعه جدا. ليست المره الاولى التي يقود فيها عرفه سياره، لكن هذه المره هي قياده لسيارته الخاصه التي ستغير حياته الى حياه كريمه، لتبقى وعود الرئيس حقيقه ملموسه يلمسها كل المواطنين اينما كانوا. جهود كبيرة قامت بها الدولة المصرية لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين، بيتم فيهم الإفراج عن 20 إسرائيلي من المحتجزين مقابل 60 فلسطيني، طبعا ده على مدار اليومين. وقف إطلاق النار في كل قطاع غزة ودخول المساعدات الطبية والغذائية والوقود وحظر الطيران الإسرائيلي أيضا في أجواء القطاع. خلينا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير ونرجع على طول. جهود متواصلة تقوم بها الدولة المصرية في عدة محاور متعلقة بالأوضاع في قطاع غزة، بداية من دخول المساعدات، مروراً بتحقيق الهدنة ووقف إطلاق النار وحل أزمة ملف المحتجزين. الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أكد أن الجهود المصرية القطرية لتمديد الهدنة الإنسانية بقطاع غزة تمكنت من التوصل لتمديدها لمدة يومين إضافيين، وتشمل الهدنة الممتدة الإفراج يومياً عن 10 من المحتجزين في غزة من النساء والأطفال مقابل 30 من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مما يجعل إجمالي المفرج عنهم في يومي الهدنة الممتدة 20 إسرائيلياً مقابل 60 فلسطينياً. وأوضح أنه بالإضافة للإفراجات فسوف يستمر خلال اليومين الممتدين للهدنة وقف إطلاق النار في كل قطاع غزة ودخول المساعدات الطبية والغذائية والوقود وحظر الطيران الإسرائيلي في أجواء القطاع. كما أكد بأن الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية سارت دون عوائق، وهو ما يعود إلى الجهود المكثفة التي تبذلها مصر بالتعاون مع الأشقاء في قطر، حيث أسفرت هذه الجهود المشتركة عن بدء سريان الهدنة في موعدها المحدد والنجاح في تجاوز العقبات التي قابلتها حتى تم تطبيق كل بنودها المتفق عليها من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. مصر أيضاً واصلت جهودها الكبيرة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح، والتي استمرت طوال فترة العدوان على القطاع، وتتواصل بشكل مكثف مع سريان الهدنة الإنسانية
للمساهمة في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية لأشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة. وتستمر جهود الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة التي تعمل على قدم وساق مع التبرعات القادمة من المنظمات سواء المحلية أو الدولية والأفراد، والتي أسفرت عن تسليم 1814 شاحنة إلى نظيره الهلال الأحمر الفلسطيني ومؤسسة الأونروا، وتحتوي الشاحنات على أكثر من 30,000 طن من المساعدات. كما أن نجاح صفقة تبادل الأسرى يعد تجسيداً حقيقياً لنجاح الدبلوماسية المصرية في إدارة الأزمة التي يشهدها قطاع غزة، وهو ما يعكس بجلاء امتلاكها لمفاتيح الحل، خاصة وأن هذا الملف تحديداً يحظى بصبغة عالمية بسبب ارتباطه بمصالح العديد من الدول التي تحمل أعداد من المحتجزين جنسياتها، وهو ما يمثل ورقة هامة لحشد العالم في إطار توافقي من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار عبر تمديد الهدنة والوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، وهو ما يفتح الباب أمام مفاوضات أوسع وأشمل لا تقتصر في جوهرها حول غزة، وإنما تمتد إلى القضية عبر مشاركة واسعة سواء من جانب أطراف الأزمة أو المجتمع الدولي، وذلك في إطار من التعددية التي نجحت مصر في إرسائها عبر تعاملها مع العدوان، والتي تمثل نقطة انطلاق لخطوات أهم في المستقبل. الحكومة بتواصل دعمها للأنشطة الاستثمارية سواء المحلية أو الأجنبية، وده من خلال التوسع في منح الرخص الذهبية لتسريع الإجراءات الخاصة بإنشاء المزيد من المصانع في عدد من القطاعات الإنتاجية. تواصل الدولة المصرية دعم القطاع الخاص من خلال التوسع في منح الرخص الذهبية للمصانع والشركات، وذلك لتسريع الإجراءات واختصار الوقت تسهيلاً على الاستثمار الأجنبي والمحلي في عدد من القطاعات الإنتاجية. ووضعت شركة ميديا حجر الأساس لمصنع ميديا إلكتريك للأجهزة المنزلية في مدينة السادات ليكون ثالث مصنع لها في إفريقيا ومصر، بعد أن قامت الشركة بافتتاح خط إنتاج غسالات الأطباق لمصنع ميديا الصيني بمنطقة تيدا مصر للتعاون الاقتصادي في منطقة السخنة المتكاملة. وفي نفس الوقت تسعى للحصول على الرخصة الذهبية حالياً وسط توسعات استثمارية. ويستهدف التوسع في منح الرخص الذهبية للمصانع خلق توسع استثماري للأنشطة القائمة بالفعل، خصوصاً وأن المصانع تقوم بالتصدير ولديها إنتاج قائم بالفعل. والرخصة الذهبية مفهومها هو الموافقة الواحدة وفقاً لنص المادة 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لعام 2017 والمادتين 42 و43 من اللائحة التنفيذية، فهي تعتبر موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، فضلاً عن أنه يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر. ومثل هذه الحوافز الصناعية من شأنها تشجيع القطاع الخاص على توسيع مشاركته في التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة. كما أنشأت الحكومة منصة إلكترونية للتقدم للحصول على الرخصة الذهبية من خلالها، وتضع الهيئة العامة للاستثمار اللمسات الأخيرة لإعلانها، حيث سيتمكن المستثمر من التقدم للحصول على الرخصة الذهبية لمشروعه، وسيقوم بكل الإجراءات من خلال المنصة. ومنذ إطلاق الرخصة الذهبية ارتفع إجمالي عدد الشركات الحاصل عليها إلى 24 شركة تتضمن استثماراتها مشروعات صناعية ومشروعات خدمية.
الحقيقة من أهم الحوافز الاستثمارية والصناعية هي فكرة الرخصة الذهبية اللي احنا شفناها في التقرير. رخصة واحدة جامعة يعني لكل خطوات إنشاء أي مصنع، بداية من تشغيل وإمداد المصنع بكافة المرافق وحتى فيما بعد التسويق. يعني فكرة مهمة جدا بتشجع عدد كبير جدا من المستثمرين. أعتقد يا جمانة مش بس داخليا وخارجيا كمان، من بره ممكن يجي يشتغل على طول. يعني طبعا لأنه بيقابلوا في دول كتير جدا تسهيلات كتير جدا، والخطوات نفسها بتكون أسهل بشكل كبير جدا. فلما بيجي هنا بيقابل ببيروقراطية وتعقيدات في الخطوات، بتبقى أكيد بكل يعني من أبرز العوائق اللي بتكون عندنا أمام فرص الاستثمار. لكن بهذه الرخص الذهبية أعتقد أن احنا يعني قطعنا شوط كبير، وطبعا هنشوف فرق في الفترة اللي جاية. على أي حال خلينا ننتقل مع حضراتكم لموضوع آخر، والمرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بيوصلوا أدعية الانتخابية بشكل مكثف استعدادا لمرحلة التصويت واللي هتبدأ في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر. هيكون في صمت انتخابي قبلها بيومين. خلينا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير ونرجع على طول. يواصل المرشحون للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 حملات الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها لاستعراض البرامج الانتخابية للمرشحين، والتي انطلقت يوم 9 نوفمبر مع الإعلان عن القائمة الانتخابية للمرشحين برموزهم الانتخابية. وتتوقف الدعاية الانتخابية بالخارج يوم 4 التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري، وذلك قبل يومين من بدء عملية التصويت للمصريين بالخارج، والتي تجري يوم الجمعة 1 ديسمبر وتستمر لمدة 3 أيام تنتهي يوم 1 ديسمبر. فيما تتوقف الحملات الانتخابية للمرشحين بالداخل يوم الجمعة 8 ديسمبر قبل بدء التصويت بالداخل يوم 10 ديسمبر، وتستمر لمدة 3 أيام متتالية تنتهي يوم الثلاثاء 12 ديسمبر المقبل. وأكدت لجان رصد مخالفة الدعاية الانتخابية عدم تلقيها أي مخالفات بشأن الدعاية حتى الآن. وتتضمن مهام هذه اللجان رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية التي تقع بنطاق كل محافظة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقد 28 لجنة على مستوى الجمهورية لرصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية، على أن تكون هناك لجنة بكل محافظة عدا محافظة القاهرة فتشمل لجنتين لرصد المخالفات. وتمثل الدعاية الانتخابية كافة الأنشطة التي يتخذها المرشح أو حملته الانتخابية من تعليق اللافتات والملصقات وعقد الندوات والمؤتمرات والظهور الإعلامي في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الأنشطة التي تستهدف إقناع الناخب بالبرنامج الانتخابي الخاص بالمرشح. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدداً من الضوابط والمحظورات في الدعاية الانتخابية، فحددت الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية ب20 مليون جنيه في الجولة الأولى و5 ملايين في الإعادة، وسمحت للمرشحين بفتح حسابات بنكية في بنك مصر أو الأهلي لمراقبة مصروفات الدعاية، كما سمحت أيضاً بتلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعية المصرية فقط بحد أقصى 2% من قيمة 20 مليون جنيه المخصصة للإنفاق. وحظرت الهيئة الوطنية للانتخابات استعمال الشعارات الدينية في الدعاية أو استخدام دور العبادة والجامعات والمباني الحكومية والمواصلات العامة في الدعاية، إلى جانب حظر كل ما يمس الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع، كما حظرت استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال، واستخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية، إلى جانب إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية. كما يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأي صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات.
نروح مع حضراتكم لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر، خليكم دايما معنا. بنجدد صباحنا على حضراتكم مرة تانية. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر أكثر من مرة منذ اندلاع الحرب من توسع الصراع إقليميا في المنطقة مع استمرار الأزمة في قطاع غزة، ويمكن كلنا تابعنا التوترات اللي أصبحت موجودة في أكثر من منطقة، في سوريا، في العراق، في استهداف السفن في البحر الأحمر، في امتداد بيحدث يوما بعد يوم في أماكن مختلفة من الإقليم. يعني خلينا نتعرف على تفاصيل اكتر من الدكتوره غاده جابر الباحثه في العلوم السياسيه اللي موجوده دلوقتي على التليفون. صباح الخير على حضرتك يا دكتوره غاده. وفي البدايه يعني بنتابع انه بالفعل قد توسعت الى حد ما هذه الصراعات السياسيه خارج قطاع غزه، لو توضح لنا حضرتك التوترات السياسيه والعسكريه اللي بتشهدها المنطقه في الوقت الحالي نتيجه توسيع دائره الحرب داخل الاراضي الفلسطينيه. صباح الخير استاذه جمانه، استاذ محمد والساده المشاهدين. بالطبع يعني نحن متابعين عن كثب يعني تحركات سياده الرئيس، ودائما تصريحاته وتمديداته بالتوسع في هذه العمليه في الشرق الاوسط، ويعني نوه سياده الرئيس كثيرا وشدد ان امن هذه المنطقه من امن الشرق الاوسط باكمله. وفي الحقيقة كانت القضية الفلسطينية هي القضية الأولى التي طرحها سيادة الرئيس. نحن نتذكر دائما في الكلمة الأولى لسيادته في الجمعية العامة للأمم المتحدة نوه إلى الاهتمام بالقضية الفلسطينية والنظر من قبل المجتمع الدولي إلى إعادة القضية الفلسطينية مرة أخرى إلى المسرح الدولي لوجود حل حقيقي لهذه القضية، خاصة في ظل التوترات الدائمة ما بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني والتوسع الاستيطاني من قبل إسرائيل والتعدي على الحقوق الدولية والقانون الدولي. ففي الحقيقة كانت دائما يعني تصريحات سيادة الرئيس يعني لها أكيد يعني بعد كبير استراتيجي وسياسي وعسكري وخبرة كبيرة وحنكة سياسية ودبلوماسية من قبل القيادة السياسية المصرية. واعتقد ان منذ اندلاع الازمه وخاصه منذ اندلاع طوفان الاقصى كانت هناك خطوات حثيثه من قبل الدوله المصريه من اجل الحفاظ على هذه القضيه وعدم التوصل الى حلها بطريقه غير عادله. نحن نشاهد اليوم بالفعل توترات حقيقيه احاطت من جميع الجوانب بهذه المنطقه، واعتقد ان الكيان الاسرائيلي المحتل يعلم جيدا انه محاط بكثير من او هو في الاساس وجوده ما بين الدول العربيه، هو دائما يستشعر الخطر، ولذلك هو بيعمل دائما على هذه التصرفات الارهابيه التي صنفت بانها افعال مجرم الحرب. ولكن نحن نرى ان اي فعل او اي رد فعل من قبل الاطراف المحيطه بهذه المنطقه ومجرد رد فعل للتصرفات الاجراميه. دكتوره غاده في هذه النقطه تحديدا اسمحي لي دكتوره غاده، يعني عفوا المقاطعه، في هذه النقطه تحديدا ما يحدث مثلا في الجبهه الشماليه لاسرائيل، نتحدث عن جبهه جنوب لبنان مع حزب الله، او حتى ما يحدث في البحر الاحمر من قبل الحوثيين، برأي حضرتك وبتوقعات حضرتك هل هي فقط يمكن حصرها في دائرة المناوشات تخفيف الضغط نوعا ما على قطاع غزة، أم ممكن في لحظة من اللحظات يشتعل فتيل الصراع وتدخل جهة ما في الحرب الفترة المقبلة؟ يعني كل شيء وارد أستاذ محمد، ربما يعني تتفاقم الأزمة، يعني من مننا كان يتوقع، نحن توقعنا في الأيام السابقة أو في الشهور السابقة منذ تولي حكومة نتنياهو وهذه الحكومة اليمينية المتطرفة، توقعنا أنه بالفعل سوف يكون هناك تصعيد من الجانب الفلسطيني، لأن القانون أو الطبيعة البشرية تقول طالما هناك احتلال لابد أن تكون هناك مقاومة، يعني طالما هناك أفعال إسرائيلية متطرفة هناك أفعال مجرم الحرب لابد أن يقابل ذلك من الطرف الآخر مقاومة لهذه الأفعال. أستطيع أن أقول لحضرتك أن هذه القضية مستمرة وربما تشاهد تصعيد أكبر وتوتر أكبر طالما أن تصرفات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة بهذه الوحشية تجاه الشعب الفلسطيني. وأعتقد أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى في الوطن العربي والشرق الأوسط، وهي تهم جميع الأطراف العربية حتى
من لم يعبر عن ذلك صراحة، ولكن ستظل القضية الفلسطينية هي القضية الأولى في الشرق الأوسط والوطن العربي وقضية كل العرب وكل المسلمين، بل أصبحت القضية الفلسطينية بتتصدر المشهد الدولي والرأي العام الدولي بقوة. ربما لأول مرة أصبح هناك اهتمام دولي. نحن نرى يعني فيديوهات لعدد كبير من المواطنين الأمريكيين أنفسهم بيعترضوا على تصرفات الحكومة الأمريكية وبعض المسؤولين أيضا يا دكتور. لكن برضو على جانب آخر، ويمكن الجانب اللي بيثير القلق بشكل أكبر كمان دلوقتي، يعني ما يحدث في البحر الأحمر، شايفة حضرتك يعني في هذه النقطة تحديدا مدى المخاطر أو مدى انعكاساتها على فكرة أيضا توسعة الصراع، خاصة أنه يعني احنا بنتكلم على هذه النقطة تحديدا، دي بتهدد يعني أمن التجارة العالمي. بالطبع يعني هذا أيضا ما شدد وما صرح به سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما بأن التوسعات ستكون لها أثر يعني غير مرضي لجميع الأطراف على المنطقة كلها، بل على العالم كله. يعني عندما تتعطل منطقة الشرق الأوسط، عندما تتعطل ممرات وقنوات التجارة الأساسية ما بين دول العالم، يعني نحن نتحدث عن منطقة الشرق الأوسط التي هي قلب العالم وهي الممر الرئيسي لجميع القنوات التجارية والتبادل التجاري ما بين العالم. نحن نتحدث عن منطقة هامة جدا ليس للشرق الأوسط والدول العربية فقط، بل للعالم بأسره. فأعتقد إذا لم تتراجع إسرائيل عن أفعالها الوحشية، إذا لم تنتهي هذه الحرب بإيقاف دائم لإطلاق النار كما يطالب دائما سيادة الرئيس في جميع المحافل الدولية، في جميع القمم سواء على المستوى الثنائي، يعني كان بالأمس استضاف رئيسة المجر وكان هناك حديث أيضا عن مطلب الدائم والأول من قبل القيادة السياسية المصرية أن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار. إذا تم الوقف الدائم لإطلاق النار من جانب إسرائيل، أعتقد هذا الأمر سوف يكون له أثر إيجابي نوعا ما على تهدئة الأوضاع، وخاصة أن هناك أيضا الإدارة الأمريكية التي بتضغط دائما على الإدارة الإسرائيلية لوقف إطلاق النار أو للتهدئة نوعا ما. ونحن نرى ذلك عندما توصلت بجهود حثيثة وقوية، يعني خاضت الدولة المصرية نستطيع أن نقول حربا دروسا من أجل الوصول إلى هدنة صحيح. إنسانية، وامتدت لمدة يومين، ونحن ننتظر أن يكون هناك أيضا يعني تمديد لهذه الهدنة مرة أخرى. إن شاء الله نشوف تمديد لهذه الهدنة وصولا لوقف إطلاق النار، والتأكيد دائما على الثابت من ثوابت السياسة المصرية بضرورة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين والحل الدولتين، كما أكدت حضرتك في تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس مع رئيسة وزراء المجر. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة غادة جابر الباحثة في العلوم السياسية. مشاهدينا خلينا نروح دلوقتي لزميلتنا هالة الحملاوي مرة تانية عشان تطمنا على أخبار الطقس بالتفصيل. شكرا جوانا. دلوقتي احوال الطقس بالتفصيل. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون لطيف نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، معتدل الحراره على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الجو هيكون مائل للبروده على اغلب الانحاء. في النهارده شبوره مائيه الصبح هتكون كثيفه احيانا على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. في كمان فرص امطار خفيفه على مناطق من الصحراء الغربيه. وخلونا نعرف تفاصيل اكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يمكن إحنا لاحظنا أن في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، هل ده هيستمر معنا الأيام اللي جاية؟ بالفعل، يمكن احنا الايام الماضيه الاول شهدنا تقلبات جويه ما بين نشاط الرياح المثير للرمال والاتربه، اضطراب شديد في حركه الملاحه البحريه، تساقط الامطار، ده طبعا كان وفقا لتوقعات الهيئه العامه للارصاد الجويه. لكن من اليوم هتبدا تعتدل الاجواء بشكل كبير، هتقل سرعات الرياح في معظم محافظات الجمهوريه، وهيكون في استقرار في الاحوال الجويه في معظم محافظات الجمهوريه، لكن هيستمر معانا انخفاض قيم درجات الحراره فتره النهار، والملحوظ اكثر فترات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية، فبالتالي إحساسي بالطقس هيكون طقس لطيف خلال فترة النهار على أغلب المناطق الشمالية، معتدل على المناطق الجنوبية. مع دخولنا في فترات الليل وغياب أشعة الشمس طبعا هيكون في انخفاض ملحوظ في قيم درجات الحرارة،
هيكون ملحوظ اكتر ساعات الليل المتاخر اللي هي فترات الفجر فتره الصباح الباكر، اجواء بارده في معظم محافظات الجمهوريه. كمان الظاهرة الجوية المؤثرة معانا اليوم وخلال الأيام المقبلة هي الشبورة المائية اللي بتظهر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ممكن تكون كثيفة أحيانا لكن مش هتأثر تماما على حركة المرور خلال فترة الصباح الباكر. احنا بس مهم خلال الأيام المقبلة ان احنا نبدأ نرتدي الملابس الشتوية، خاصة لو احنا بنخرج فترات الصباح الباكر او بنرجع من اشغالنا خلال فترات الليل المتأخر، لان البرودة هتكمل معانا فترات الليل بشكل كبير خلال الأيام المقبلة. قيم درجات الحراره ممكن الايام المقبله فتره النهار نحس ان هي دافيه فتره النهار، لان قيم درجات الحراره هتتراوح ما بين 24 الى 25 درجه مئويه. احنا خلاص بنقترب من فصل الشتاء، فمعظم الايام هيكون فيها احساس بالبروده فتره الليل او فترات الصباح الباكر، والاجواء المستقره فترات النهار باذن الله. بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا مع بعض كده سريعا دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. في القاهرة درجات الحرارة العظمى 22 والصغرى 15، وفي العاصمة الإدارية 22-14، الإسكندرية 22-14 أيضا، والعلمين الجديدة 22-13، مطروح 24-13، ودمياط 21-16، بورسعيد 21-17، والإسماعيلية 23-14. أما في السويس فالعظمى 23 والصغرى 14، وفي العريش 21-13، كاترين 17-7 وطوبة 22-15، حلايب 26-22، شلاتين 28-20، شرم الشيخ 25-17، والغردقة 25-16. في الفيوم 22-12، وفي بني سويف 22-12 أيضا، في الوادي الجديد 26-11، وفي أسيوط 23-11، سوهاج 25-13، إنا 26-13، الأقصر 26-14، وأسوان 27، والصغرى هناك 15. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. عودة مرة تانية لمحمد وجمانة ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هالة. شكرا. حدث يطلق إسرائيل، ويعني حدث لم تشهده منذ عام 1948، جيش الاحتلال أعلن عن تغيب 2000 جندي إسرائيلي عن خدمتهم داخل الجيش خلال الحرب الجارية في قطاع غزة. تغيب هذا العدد من الجنود بيعتبر هو أكبر تخلف يشهده جيش الاحتلال منذ تأسيسه. صحيح حقيقي يا جمانة، يعني حالة من حالات الصدمات النفسية حتى بيعاني منها عدد كبير جدا من الجنود الإسرائيليين. احنا بنتكلم على استدعاء احتياط يصل إلى 350 ألف يعني من جنود الاحتياط، بيمثلوا 8% من القوة العاملة داخل المجتمع الإسرائيلي. معنى تغيب 2000 جندي عن الحرب معناه إيه؟ هنعرف ده مع سيادة اللواء محمد زكي الألفي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. بنصبح على حضرتك يا فندم. صباح الخير استاذ محمد، صباح الخير استاذ جمانه، استاذ المشاهدين. عايزين نسال حضرتك مباشره، ايه معنى انه يتغيب 2000 جندي اسرائيلي عن الخدمه داخل الجيش خلال الحرب الجاريه في قطاع غزه؟ هو طبعا زي ما حضراتكم عارفين يعني الجيش الدفاع الاسرائيلي اصلا بيعتمد في قوته الرئيسيه كلها على قوات الاحتياط، وده طبعا بيعود لقله عدد السكان في اسرائيل. الجيش العامل الموجود فعلي على الارض بيقدر حوالي 170 الف جندي يعني. الاحتياط المستدعى يوصل لحوالي 600 باجمال العدد، اجمال العدد يوصل ل 635 الف. يبقى علشان خاطر كده بنلاقي ان العدد المطلوب للاستكمال علشان يوصل ل 700 يعني رقم ده لازم يستكمله من الاحتياط المستدعى. وبالتالي لما بيحصل غياب في الاحتياط المستدعى فده بيأثر على الكفاءه القتاليه لاداء القوات العسكريه في الميدان الفعلي. وده اصلا نتيجه برضه لان هو هذا الاحتياط ليس في اتجاه واحد هو البريه فقط، ولكن هو بيدخل في القوات البريه والقوات الجويه والقوات البحريه الاسرائيليه. وده طبعا هم كمان يعني نتيجه هذا الغياب، وده لاول مره يحدث في القوات الدفاع الاسرائيلي منذ عام 1948 ان يصل الغياب لمثل هذا الرقم. وبرضه حاجه ثانيه مهمه جدا ان هذا الغياب الحقيقه كان مستمر من قبل عمليه طوفان الاقصى
نتيجه للتغير في بعض القوانين داخل اسرائيل. ده كان سؤالي لحضرتك يا سياده اللواء، يعني تابعنا في يوليو الماضي كان بالفعل هدد حوالي 1142 جندي من جنود الاحتياط، بالفعل هددوا بان يمتنعوا عن اداء الخدمه العسكريه، ومنهم مئات الطيارين زي ما حضرتك قلت، مش بس يعني مش من قطاع معين في الجيش الاسرائيلي. هل ده ليه علاقه يا فندم، ولا هذا التغيب ليه علاقه بما يحدث على الارض او في الميدان في قطاع غزه؟ هل يعني ايه يعني تبرير حضرتك او رؤيه حضرتك فيما حدث او في هذا التغيب؟ ده بيؤكد نقطه مهمه جدا، ان اسرائيل الان هي في حاله ضعف وتفرقه شديده جدا منذ ذلك التاريخ، يعني من قبل حتى عمليه طوفان الاقصى، وهي بتعاني معاناه شديده جدا في الداخل. وبالتالي كل ده بينعكس وبيؤثر على الاداء داخل اسرائيل، وخاصه في اداء المؤسسه العسكريه وهي الاهم التي تقوم دائما هم بيعتمدوا عليها في تنفيذ المهام بتاعتهم. ويمكن احنا شايفين حتى القسوه في التصرف وفي العمل وفي الضرب في على الارض الواقعيه، والاداء نفسه بتاع الجنود. يمكن في مشكله ثانيه حصلت من يوم او يومين بين مجموعه من الضباط والجنود، واثرت معنويا ومما يحتاج الى اعاده تاهيل معنوي ليس للجنود في الميدان فقط، ولكن للقوات المسلحه الاسرائيليه بالكامل. في تقارير كثيره سياده اللواء بتتحدث عن يعني صدمات نفسيه بيعاني منها جنود الاحتلال، وانه محتاجين الى تاهيل نفسي لفتره طويله ما بعد هذه الحرب. عايز تعليق حضرتك على خبر يعني بالتزامن مع تغيب 2000 جندي إسرائيلي، كان في خبر آخر عن إقالة قادة بعض السرايا من جيش الاحتلال الإسرائيلي. هل ده معناه أنه في داخل منظومة جيش الاحتلال في مؤشر ما إلى تخبط في التخطيط في القيادة، تفكك ما نقدر نقول ده، ولا من المبكر الحديث عن هذا الشأن؟ ليس مبكرا ولا شيء، لكن ده هي النتائج الفعليه هي اللي بتظهر لنا هي اللي بتؤكد ذلك، ودي بتصريحات من عندهم من الداخل. يعني مش احنا بنقولها، لا، ده بتصريحات فعليه واجراءات فعليه تمت على الارض. عمليه طوفان الاقصى دي عملت خلخله قويه جدا وهزه عنيفه جدا في جيش الدفاع الجيش الاسرائيلي، وخاصه في يعني لما احنا شفنا ان حجم بسيط من القوات الغير نظاميه كما يطلقون هم يقولوا تنظيم، هذا التنظيم يعني يدخل ويقبض على عدد كبير من القاده والقاده الكبار ويستولي على اسلحه ومعدات وجات اهميه يعني معلوماتيه خطيره جدا، ويخرج بها هي وما تم اخذه من اسرى والتحفظ عليه بطريقه يعني كريمه محترمه زي ما شفت حتى وهم بيسلمونه ليهم رغم القسوه والعنف الشديدين اللذين يتبعون ضد قوات ضد اهلنا في غزه. فده بالتاكيد يعني هناك تاثير معنوي قوي جدا على غزه، يعني في الثقه في الجندي والثقه في القائد، ودي مهمه جدا. كون يحصل فيها هذا الخلل فهنا بيحصل عدم اتزان للقياده نفسها، وليس في القياده فقط، ولكن هنا كمان الاداء الفعلي على الارض اكد العديد من اثناء تنفيذ المهام العديد من عدم القدره الفعليه التي هم كانوا بيتداعوا بها دائما ويقولون ان يعني نظريه الامن الاسرائيلي والجندي الاسرائيلي الذي لا يقهر. فجاه لقوا نفسهم الجندي الاسرائيلي موجود ومحفوظ عليه ومتخذ اسير وهو واللي حواليه، ودخول مناطق مجهزه ومعده باحدث الوسائل للكشف المعلومات وللتنصت، ويعني كل ده في النهايه يتم اختراقه ويتم تحقيق عمليه كبيره زي اللي تمت في طوفان الاقصى. صحيح. يمكن كمان يعني الغريب كمان يا فندم انه في عهد رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بالفعل تم تخصيص اكبر ميزانيه في تاريخ اسرائيل للجيش الاسرائيلي. طب خليني اروح مع حضرتك يعني للمخاطر اللي بتهدد الجيش الاسرائيلي اثر هذا التخلف يا فندم. طبعا يعني التاثير هذا التاثير سيكون له اثر ليس على المدى القريب ولكن سيكون على المدى الطويل. وازاي يعني كيف يعني ان نعد او نلحظ ذلك؟ الاداء الفعلي والعملي على الارض، لو مثلا يقول احنا دخلنا هندخل المستشفى كذا هسنجد تحتيها مراكز قياده واماكن للواء عناصر حماس والكلام ده كله، وبعدين كل ده طبعا وهو يمتلك من الاسلحه
ومن المعدات ومن الوسائل ووسائل الرقابة الفردية والميكانيكية والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي اللي يقدر يوصل لأدق التفاصيل وفي النهاية ما يتقش ما تلاقيش أي نتيجة فيها. ده كل ده الحقيقة بيليد مردود وتأثير نفسي ومعنوي ليس فقط على القوات العسكرية وأداءها ولكن أيضا على المواطن الإسرائيلي. هل شايفين ده يمكن صحيح في التظاهرات اللي بتتم دلوقتي بتؤكد هذا الكلام. شكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء دكتور محمد زكي الألفي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية على هذه المداخلة. وكان في تصريح يعني إملي يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي من أيام لما كان مع مجموعة من الضباط والجنود جمانة وتحدث أنه لا نريد أن نفقد قوة الردع لإسرائيل في الشرق الأوسط. يعني هو يشعر أنه في حالة ما من الهزيمة بدأت تتسرب لبعض الجنود أو الضباط أو فكرة عقيدة الجيش الإسرائيلي، فهو بيتحدث أنه لا، أهم شيء بالنسبة لإسرائيل أنها تظل باقية أو تبقي على قوة الردع في منطقة الشرق الأوسط. على أي حال مشاهدينا، الثامنة صباحا وموعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع هالة الحملاوي، تفضلي هالة. شكرا جمانة. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المجر كاتالين نوفاك جلسة مباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. وخلال اللقاء استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية منذ بداية الأزمة وحتى التوصل للهدنة الإنسانية في قطاع غزة، مشددا على أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. هذا واتفق الجانبان على ضرورة العمل على التهدئة في قطاع غزة وإدانة استهداف جميع المدنيين مع رفض التهجير القسري والتشديد على أهمية عدم توسع الصراع إقليميا. أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية أنها أطلقت سراح 33 أسيرا فلسطينيا بموجب اتفاق الهدنة مع حركة حماس. يأتي هذا فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن أن 11 محتجزا أطلق سراحهم من غزة وصلوا إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن المحتجزين سيخضعون لفحص طبي مبدئي قبل انضمامهم إلى أسرهم. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل وافقت على إدراج 50 أسيرة فلسطينية في قائمة الأسرى المقرر إطلاق سراحهم. وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذه الخطوة مشروطة بالإفراج عن المزيد من المحتجزين الإسرائيليين في غزة. أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية بأن الوزير أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل والضفة الغربية والإمارات هذا الأسبوع للضغط من أجل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة والمساعدة في تأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية. وأوضحت رويترز أن المسؤول الأمريكي قال إن بلينكن سيشدد خلال الزيارة على الحاجة إلى مواصلة تدفق مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين وتعزيز الحماية للمدنيين في غزة، كما سيناقش مبادئ واشنطن المتعلقة بالحاجة إلى وجود دولة فلسطينية مستقلة. وعدت وزيرة الخارجية البوليفية الجديدة سيليندا سوسا بمواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية. وخلال أدائها اليمين الدستورية بحضور الرئيس البوليفي لويس أرسي، قالت سيليندا سوسا إنها ستواصل الدفاع عن الشعب الفلسطيني وعن حقه في تقرير مصيره وبناء دولته الحرة والمستقلة وذات السيادة. أعلنت بلغاريا أنها سمحت لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالتحليق في المجال الجوي البلغاري للسفر إلى مقدونيا الشمالية من أجل حضور اجتماع وزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وأوضحت وزارة الخارجية البلغارية أن التفويض الدبلوماسي للتحليق في الأجواء هو ذو طبيعة مؤقتة ويندرج في إطار الاستثناءات من عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة عليه.
شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في المؤتمر الجماهيري الذي نظمه حزب الأحرار الدستوريين بالإسكندرية تحت شعار اطمن انتخب، وسط حضور حاشد لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. وأكدت التنسيقية أنها تقف على مسافة واحدة من الأربع مرشحين للرئاسة، مضيفة أن توجهها بشكل عام نظرا لاختلاف الأيديولوجيات السياسية المشاركة بها هو الحث على المشاركة وممارسة المواطنين لحقهم الدستوري وواجبهم تجاه وطنهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية. استكمل حزب الشعب الجمهوري عمله في حملة طرق الأبواب دعما للمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتهدف الحملة إلى توعية المواطنين بأهمية المشاركة بإيجابية خلال الانتخابات الرئاسية، وكذلك تسليط الضوء والتعريف بمرشح الحزب بمختلف ربوع الوطن، حيث يشارك في هذه الحملة شباب الحزب من كافة الأمانات النوعية للحزب بالمحافظات. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. انقسام غير مسبوق في إدارة الرئيس الأمريكي بايدن، السبب الرئيسي هي حرب غزة. كان العدوان الرئيسي على غزة هي النقطة الكبيرة والمهمة اللي أكدت عليها صحيفة واشنطن بوست اللي رصدت حالة من حالات الغليان اللي بيشهدها البيت الأبيض، والانتقادات الواسعة اللي بتزيد يوم بعد يوم لحكومة بايدن اللي بيعتبر الأزمة الأخيرة هي أزمة تواجه الولايات المتحدة الأمريكية كما تواجه إسرائيل بشكل مباشر. خلينا نروح مع حضراتكم لتفاصيل وقراءة أوسع عن الوضع في الداخل الأمريكي جراء الحرب على غزة من دكتور توفيق حميد الباحث السياسي من الولايات المتحدة الأمريكية. يعني بنرحب بحضرتك معنا في صباح الخير يا مصر، وبعد التحية يا فندم، زي ما كنا بنتكلم في المقدمة في حالة من الغليان مش بس الحقيقة في الشارع الأمريكي لكن كمان في حكومة بايدن، وكان الحقيقة في 20 موظف أو مجموعة من موظفين في البيت الأبيض وصفوا بالغاضبين، كان لديهم انتقاد واسع جدا، وهذا الانتقاد يتلخص في ثلاث نقط محوريين يا فندم، وهم أولا استراتيجية إدارة بايدن لحد من أعداد القتلى المدنيين في غزة، الرسالة اللي بتخطط لها بشأن الصراع، وأيضا رؤيتها للمنطقة في مرحلة ما بعد الحرب. سؤال حضرتك يا فندم، هل إدارة جو بايدن قدرت أنها توضح هذه النقاط للغاضبين داخل إدارته؟ شكرا لحضرتك زمانة على السؤال، وأهلا بك بالسادة المشاهدين. هو شوفي حضرتك، هو إدارة بايدن اللي هم نقدر نقول في انقسام أجيال هنا، في الجيل اللي هو سنه صغير ده نسبة كتير منهم متأثرة بوجود العرب الجاليات العربية عبر عدة عقود وزادوا في العدد، ومنهم جاليات إسلامية، ووصلوا في أماكن كثيرة داخل الحكومة الأمريكية وأروقتها، فدول بقى ليهم تأثير. هو ده اللي نقدر إيه نشوفه نوت، إن العشرين دول بيمثلوا تغيير حصل عبر سنين من وجود إيه جاليات، يا إما هم عرب ومسلمين يا إما متعاطفين مثلا معاهم أو كذا في الأجيال الصغيرة. ولكن الصراع هنا جه مع إدارة بايدن، الناس الكبار في السن اللي هم تقليديين نقدر نقول في تفكير، دول عندهم أسباب كثيرة جدا تدعوهم لدعم إسرائيل. هم التقوا بيهم وقالوا لهم بعض الردود، ولكن اقدر اقول بامانه ان الردود لم تكن ردود قطعيه، وانما كانت ردود دبلوماسيه لاحتواء الموقف دون الوعد باي تغيير يعني سبيسيفيك، يعني بتغيير معين او محدد. فكان الامر اقدر اقول لحضرتك يعني نوع من الامتصاص الغضب بتاعهم بان هم يدوهم درجه من الاحترام انهم قعدوا معاهم. ولكن على حيز التنفيذ او التعليقات اللي صدرت ضعيفه جدا، ما اقدرش اقول ان اللقاء ده اثمر عن شيء كبير يعني.
طب من أروقة البيت الأبيض والكونغرس والإدارة الأمريكية إلى الشارع الأمريكي، لأنه مهم جدا التوقف عند المخاوف اللي بتزداد من زيادة موجات الكراهية ضد الفلسطينيين والعرب والمسلمين داخل المجتمع الأمريكي. عايز تعليق حضرتك على واقعة حدثت بإطلاق النار على 3 من الطلبة الجامعيين الفلسطينيين لارتدائهم الكوفية والشال الفلسطيني، وإصابة أحدهم للأسف خطيرة يعني، وده طبعا مرتبط بمواقف أخرى سابقة، المخاوف من ازدياد موجات الكراهية ضد المسلمين والعرب داخل المجتمع الإسرائيلي، كيف ترصدها؟ شكرا قوي يا محمد على هذا السؤال. شوف حضرتك اللي حصل، طبعا الاتاك في فيرمونت دي كانت واضحه جدا، يعني هم لسه يقول لك ان احنا عاوزين نعرف الدوافع وكذا، ده كجزء اداري او روتيني، ولكن هي واضحه كما اقول وضوح الشمس في منتصف النهار، يعني ان هو في هجوم بسبب كراهيه، لان مش معقوله مصادفه في هذا التوقيت يتضرب الثلاثه دول هم لابسين الكوفيه دي بالمنظر ده مصادفه. يعني هو واضح طبعا هيبدا بعد ايام هيبان لنا ان الراجل ده يكون عنده اتجاهات متطرفه فكريا ودينيا، مع المناخ العام في السوشيال ميديا النهارده حضرتك بتاع شبكات التواصل الاجتماعي بتسخر الامور اكتر واكتر، فالمتطرف بيزداد تطرفا، وهم كمان بيبقوا ملمومين على بعض عامه المتطرفين في مجموعات، يعني كل واحد دائما بيمين في شبكات التواصل للناس اللي بتفكر زيه، فمتخيل هو بقى ما بقاش لوحده هنا، معاه مجموعات تانية بتفكر بنفس الطريقة. فللأسف الشديد أن ما حدث هو نذير خطر شديد جدا 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 داخل المجتمع الأمريكي. قد يكون موقف الحكومة الأمريكية مختلف، وإن هم هياخدوا يعني أشياء ضد الراجل اللي هاجمهم، ولكن أنا اعتقادي ما يتبصلهاش فقط كحادثة كده حدثت، قد ما يتبصلها على اتجاه موجود يمثله هذا الشخص هذه المرة، ولكن هناك أناس كثيرون هيبقى لديهم هذا الغضب والكراهية من كل ما هو مهاجر أو عربي أو مسلم، تزداد الأمور سوءا في تصوري الفترة القادمة، ليس فقط في أمريكا بل أيضا في أوروبا. صحيح. وهنبدأ نرى هجمات كراهية وردود فعل تقوم ردود الفعل تزيد الهجمات الكراهية أكتر، يعني يبدأ تدخل في حلقات مفرغة، يزداد الكراهية وهجمات الكراهية، يقوم يحصل رد فعل من الجاليات مثلا العربية الإسلامية، من أحد مثلا الشباب يعمل تصرف معين، يقوم تزداد الكراهية أكتر. فأنا الحقيقة يعني ورد أو قلق يعني الآن جدا مما حدث، لأنه نذير شيء خطير قادم في المرحلة القادمة. صحيح. ده كمان مع يعني الكراهية. إحنا كمان بنتابع يعني في أوروبا وأيضا دول غربية فكرة تصاعد حتى فكرة اليمين المتطرف في بعض الحكومات مؤخرا، يعني بنتابعها في دول أوروبا بشكل أكبر. طب خلينا نروح مع حضرتك أيضا لجون بولتون. جون بولتون يا فندم مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، يعني تحدث عن أنه ما يحدث الآن في قطاع غزة أنه حماس قدرت أنها تحقق انتصار كبير على إسرائيل، وبالتالي هو معارض بشكل كبير جدا أصلا على هذه الهدنة. سؤال حضرتك يا فندم، في ظل أنه دونالد ترامب هو خلينا نقول أنه المنافس الأقوى لجو بايدن، وإحنا أمام انتخابات رئاسية أمريكية قادمة يا فندم، هذا الانقسام أو هذا الانقسام الدائر شايفه حضرتك هيحصل ازاي؟ يعني زي ما حضرتك تحدثت الشباب معارضين لما يحدث، والكبار بالعكس يعني شايفين انه لا، يجب ان ندعم اسرائيل لاخر نفس، ويقال ان امريكا هي دولة مؤسسات. بالضبط. اتفضل. ده سؤال مهم جدا اشكر حضرتك عليه. هو شوف حضرتك، المتوقع من الاحداث الحالية في نهايتها انا اعتقادي هيبقى في اتجاه اكبر لترامب، مش عشان ان هو يعني افضل في حاجه معينه قد ما هو الشارع الامريكي المنقسم ده فيه جزئين كبيرين، في الجزء المحافظ الاول اللي اتجاهه التقليدي نقدر نقول، وفي نقدر نقول الناس اللي هم ايه اليانج جنريشن الصغيرين في السن اللي ليهم افكار مختلفه. اللي حصل النهارده ان بايدن اظهر ضعف شديد في القياده في عدة مواقف، منها موقف مثلا غزة ما كانش يعني
ما الاداء ما كانش ابداعي يعني، وكتير ما اعجبوش بيه. فانا اعتقد ان في ناس بتتجه لترامب لانه راجل بيسموه ديسايسيف، يعني يقدر ياخد قرار وينفذ وياخد مواقف واضحه منظمه. وفي بعض الناس بيظن ان لو وجود ترامب يمكن ما كانش حدث المشاكل دي، وكان اتجه الحل بصوره مثلا مختلفه. فهو الناس عندها اتجاه لترامب عشان الامور الاقتصاديه، عشان ضعف قدره اداره بايدن على اداره الملفات مثل حتى ملف غزه وغيرها وغيرها، مع زياده شديده جدا في الاتجاه الليبراليه عند البعض شايفينها زادت عن الحد. يعني كان زمان بيطالبوا بالحريه، ماشي ده جميل، ولكن النهارده بقت فرض حاجات مثلا على الاطفال مش مقبوله زي الشذوذ وغيره على اطفال في المدارس. يعني هناك فرق انك تحترم حريه الناس وانك تفرضيها على الطفل. صحيح. فاصبح هنا اتجاه غريب في عدم تحديد الجنس والنوع. صحيح. فان ذكر ام انثى في فداخلين في مرحله ان الناس العاديه اللي كانت حتى بتدي صوتها ساعات لناحيه الديمقراط وبايدن ودول قالوا لا ده كفايه ده كتير كده، وبداوا يتجهوا لترامب. فاعتقد اداء بايدن الاخير في غزه يضاف للحاجات. صحيح. الاخرى اداء ضعيف عامه، وده هيصب في مصلحه ترامب اذا سمح له ان يصل وده ممكن يقلب موقف قانوني ضده. صح، ده ممكن يقلب بعض المعادلات والحسابات الانتخابيه في الولايات المتحده. بايدن من ساعات قليله اخر تغريده ليه على موقع اكس تحدث ونصا قال انه حل الدولتين هو السبيل الامثل لضمان أمن طويل الأمد ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ومن أيام قليلة كان في مقال شهير لبايدن في أعتقد الواشنطن بوست تحدث أيضا عن حل الدولتين. فعايز أسأل حضرتك من واقع اقترابك يعني من دوائر صنع القرار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، هذه النبرة الجديدة في الخطاب السياسي الأمريكي الحديث بشكل مركز عن ليس فقط وقف إطلاق النار، ولكن حل الدولتين لضمان ألا يتكرر ما حدث في المنطقة، ولضمان أيضا أمن طويل الأمد للفلسطينيين والإسرائيليين على حد السواء. هو شوف حضرتك فعلا بقى في اتجاه عند داخل الأروقة الأمريكية وعند كثير من الناس المؤثرين ان الموضوع لازم يتحل بقى، لازم صحيح. توصل ويحل الدولتين حل واقعي، ان هو في ناس عايشه هناك وخلاص لازم يحصل نوع من التعايش وكده. فده احد يعني الاتجاهات الواضحه جدا في جميع الدرجات سواء السياسيه الكبيره او الناس المؤثرين في الميديا والصحافه وغيرها. لكن هو بقى السؤال بصراحه اقول لحضرتك بامانه ان برضك الحكومه اللي موجوده حاليا في اسرائيل حكومه يمينيه دينيه. فقد لا يعجب بعضهم حل الدولتين، ولذا الضغط في حل الدولتين لازم يبقى قوي جدا عشان يحصل الحلول في النهايه، زائد ان حل الدولتين بيفتح مجال، ودي حته خطيره جدا، لتطورات وتطويرات اقتصاديه ضخمه لمنطقه الشرق الاوسط. فهي وجود حل الدولتين واقرار السلام في المنطقه هيسمح لاستثمارات تتدفق للشرق الاوسط ويعاد تشكيله بصوره ان هي تكون مفيده للجميع. ففي تصوري في اتجاه عند البعض ان حل الدولتين ده يفتح المجال لان هدوء في المنطقه، وبالتالي استثمارات اكتر، وبالتالي سياحه اكتر للمنطقه كلها لكل الدول. يعني مش بقول دوله هنا معينه قد ما هي ممكن يعم خير للجميع اذا حدث حل الدولتين. المشروعات اللي هتتم في المنطقه يبقى في امان، بدل ما يطلعهم ارهابي كل شويه من حماس ولا غيره يعمل لهم عمليه مثلا في مشروع هم عاملينه. لما يقل الارهاب بسبب لما تتحل الدولتين هتبص تلاقي السياحه تزداد، يوم ما بيسمعوا السواح بره عن وجود حدث صحيح. ارهابي ولا تصرف كذا وده دايما، فده في تطوري هو القادم. صحيح، وده دايما اللي بتؤكد عليه ايضا الدوله المصريه، الاعتراف الدولي بفلسطين واقرار حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو لعام 67. بشكرك شكرا جزيلا دكتور توفيق حميد، دايما بتمتعنا وبنستفيد من تحليلاتك السياسية. دكتور توفيق حميد الباحث السياسي كنت معنا من الولايات المتحدة الأمريكية، صباح الخير على حضرتك. طيب، من الولايات المتحدة الأمريكية للداخل المصري، الحقيقة نشوط كبير جدا قدرت مصر انها تقطعه، وانجازات متزايده في ملف الطاقه المتجدده. هذا الملف هو الملف الابرز اللي بيهتم بيه العالم كله حاليا، خصوصا كمان انه مصر بتستهدف انتاج 42% من طاقتها
من مصادر متجددة بحلول عام 2035، ده اللي هيحولها لمركز للطاقة النظيفة مش بس إقليمي لكن أيضا دولي. حقيقي جمانة، مصر يعني عندها قدرة تنافسية، هي الأولى عربيا في استخدام وتوظيف الطاقة المتجددة والنظيفة. تعالوا نعرف مع حضراتكم تفاصيل أكتر حول إنجازات هذا الملف، ملف الطاقة المتجددة في مصر، من دكتور ماجد كرم الدين المدير الفني للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. يعني جهود حثيثه للتحول اللي بتشهده مصر خلال السنوات الاخيره نحو الطاقه الجديده والمتجدده، في امل ان احنا نصل الى حوالي 40 او 42% من اعتمادنا مثلا من الطاقه الكهربائيه على الطاقه المتجدده والنظيفه. ابرز ما تم في هذا الملف من رؤيه حضرتك ايه؟ والله وفي محاور متعدده لهذا الملف. يمكن اولها هو انك خلقت بيئه جاذبه للاستثمار. صحيح. وبيئه جاذبه للاستثمار الاجنبي والوطني والعربي المباشر والغير مباشر. والحقيقه ان انا في رايي ان ده من اهم المنجزات في هذا القطاع، وخلق بيئه مواديه للاستثمار. بنتكلم هنا على محاور متعدده. اولا بنتكلم على التزام من الدوله، بيتمثل في ان اعلى وثائقها الحاكمه اللي هو الدستور المصري بيقول ان مصر بتضع مكون زي الطاقه المتجدده ضمن عناصر مزيج الطاقه الخاص بها. البعد الاخر ان ترجمت هذا هذه الوثيقه الحاكمه الى عدد من القوانين والتشريعات واللوائح اللي سمحت بالتوسع في المجال. صحيح. وبالتالي لما بقى عندك قواعد تنظيمية وبقى عندك لوائح وبقى عندك قوانين بتقول ان القطاع الخاص يحق به العمل في هذا السياق، اصبح لديك بداية تستطيع الانطلاق منها. وواكب ده ان ابتدت الدولة تشتغل مثلا على ملفات زي تخصيص اراضي لمشروعات الرياح، فلقينا مساحات شاسعة تصل الى حدود حاليا 30,000 كيلو متر مربع. هذه المساحات مخصصة للاستثمار في الطاقات المتجددة. طيب ايه تاني غير ان انا خصصت اراضي، غير ان انا عملت قوانين وتشريعات، عملت اليات تنفيذية. فالاليات التنفيذية دي سمحت مثلا في مشروع زي بنبان ان احنا نعطي سعر جاذب للمستثمرين ويقبلوا اكثر من 34 تجمع استثماري كونسورتيوم قدروا يخشوا في هذا المشروع، وبقى عندنا واحد من انجح المشروعات في العالم بيشار لي بالبنان وخد جوائز اللي احنا عارفين، مشروع محطه الطاقه الشمسيه الكبرى عندنا في بلبنان. واكد ده انك بتتوسع ايضا في مراكز طاقه الرياح وبتطرح مشروعات كبيره في مجال طاقه الرياح غير مسبوقه. ونشاهد ان راس الدوله فخامه رئيس الجمهوريه مثلا في احد لقاءاته يتكلم عن ان احنا هنفتح ارتفاعات التوربينات للمستثمرين عشان يقدروا يحصلوا على طاقة أعلى ويضخوا طاقة متجددة أكثر للشبكة. رأس الدولة بيفكر في هذا الأمر، يعني دي حاجة جديدة على دول المنطقة، وإحنا بصفتنا مركز إقليمي بينظر للدول العربية كافة. دي حاجة إن قيادة الدولة تعلن التزامها بهذا الشكل ومتابعة لهذه التفاصيل، وده بينعكس طبعا على قطاع الكهرباء بشكل كبير. طيب. انه بيعمل باتفاقيات كده. دكتور ماجد، يعني زي حضرتك ذكرت امثله كتير الحقيقه من الطاقه المتجدده، يعني من الهيدروجين الاخضر لحقول طاقه رياح زي جبل الزيت والزعفرانه لبنبان. يعني خلينا نعرف من حضرتك كفاءة إنتاج الطاقة المتجددة، نسبة مساهمتها في إجمالي الطاقة المتولدة حاليا، ومنتظر أو متوقع كمان أن مصر تقدر تنتج قد إيه من استخدامها للطاقة المتجددة والنظيفة. طيب إحنا يعني خلينا نقول لحضرتك وأشرت في البداية إلى الهدف الطموح 42% طاقة كهربائية من الطاقة المتجددة في أفق 2030، وهذا الرقم كان من اسابيع بسيطه كان معلن انه 2035، ولكن الدوله عجلت بهذا نتيجه ان حصل متغيرات عالميه في عدد من الملفات، اهمها انخفاض اسعار الطاقات المتجدده، زائد مثلا التوسع في ما يطلق عليه الهيدروجين الاخضر، الهيدروجين اللي منتج اعتمادا على الطاقات المتجدده. حاليا احنا عندنا ده بحساباتي انا شخصيا بيقول ان احنا محتاجين نضيف من 50 ل 60,000 ميجا وات. طب احنا فين النهارده؟ احنا عندنا حوالي 10 هذا الرقم راكب وبينتج على الشبكه. حوالي محتاجين ايه يا فندم عشان نقدر 50 ل 60%؟ ده محتاجين ايه؟
فاحنا هنوصل 42% في 2030، يعني احنا بنتكلم في خلال الست سبع سنين اللي جايين، الست سنين اللي جايين محتاجين ان احنا نطلق حزمه مشروعات سنويا يعني هتكون في حدود من 2000 ل 3000 ميجا وات على الاقل. طبعا في مشروعات اوريدي تم الاتفاق عليها كتير، مذكرات تفاهم وغيره، فهذه المشروعات يتم وضعها موضع التنفيذ بشكل ان شاء الله يكون يعني موافق للخطه، بحيث ان يتم بالفعل ان شاء الله الوصول لهذا المستهدف، وهو مستهدف في تحدي ولكن مش صعب. مصر قادرة على انها تصل له باذن الله، خصوصا دكتور ماجد انه مصر يعني من يعني حيث تنافسية أسواق الطاقة المتجددة في المنطقة هي الأولى عربيا، وده هيخليني أسأل حضرتك سؤال مهم جدا. هذه التنافسية أو الميزة النسبية للدولة المصرية فيما يتعلق بالتعامل مع المصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، إلى أي مدى ممكن تكون جاذبة للاستثمارات الأجنبية أو الخارجية أنها تستثمر في قطاع الطاقة المتجددة داخل مصر؟ هنا في تنافسية محمودة ما بين الدول العربية حاليا. هذه التنافسية أسهمت أن بقى عندنا شركات وطنية وعربية بتتشارك مع شركات ومؤسسات دولية سواء فنية أو تمويلية لإقامة مشروعات كبرى. وهنا اللي بنقوله أن تأثير المشروع هو ليس فقط إنتاج كهرباء، ولكن تأثيره الهام أكثر بالنسبة لي هو أن أنت بتضخ استثمارات أجنبية داخل الدولة. ده نمرة واحد، وبتفتح فرص عمل وبتفتح مشاريع كتير يعني. بالظبط، وفتح فرص العمل وما نطلق عليه سلسله القيمه وسلسله الامدادات، ان انت بقى عندك وانت بتعمل المشروع انت بتحتاج شركات شحن، نقل، تامين، خدمات معاونه، بتحتاج عماله مؤهله، وبالتالي محتاج تطور كوادر مؤهله في هذا الشان، فبيدخل دور وزاره التعليم والتعليم العالي وغيره. بيدخل معاك ان انت عايز بنية أساسية، طرق، شبكات كهرباء تستوعب الطاقات المتجددة اللي احنا عارفين انها متغيرة بطبيعتها، فلازم الشبكة بتاعتك تكون قوية ومتزنة كما ينبغي لانها تستطيع استيعاب الطاقات المتجددة المتغيرة. ايضا يكون عندك ربط بدول الجوار يسمح لك بتبادل الطاقة النظيفة، وبالتالي بتعظم من فرصك. وهنا نخش في سوق جديد مهم جدا، هو سوق خفض بعثات غازات الدفيئة، بيسموها انبعاثات ثاني اكسيد الكربون الملوثة للبيئة والمسببة للاحترار العالمي وهكذا. فبالتالي بتخش في سوق جديد، هو سوق تبادل الكربون، سوق بيع شهادات خفض الانبعاثات بنسميه. وبالتالي انت ما بقتش قيمه انك بتبيع كهرباء فقط، انت بقى عندك قيمه اقتصاديه لخفض الانبعاثات وتحسين البيئه. زائد ان احنا كدوله اعلنا في مؤتمر شرم الشيخ الكوب 27، وما زلنا بنتعاون مع دوله الامارات في التحضير للكوب اللي هيكون هذا الشهر ان شاء الله في الكوب 28 في الامارات، ان احنا ملتزمين بان العالم يكون اكثر اخضرارا، ان العالم يكون في متعرض اقل لمخاطر الاحتباس العالمي او الاحترار العالمي، الاحتباس الحراري. فاحنا هنا بنعلن ان احنا ملتزمين بهذا الشان، بنحقق قدر من المستهدفات اللي ذكرناها في الاستراتيجيات والمواثيق المختلفه، وايضا بناخد جانب وعائد اقتصادي وعائد اجتماعي، وعائد اجتماعي كبير كمان. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور ماجد كرم الدين المدير الفني للمركز الاقليمي للطاقه المتجدده على كل هذه التفاصيل يا فندم. تعالوا نروح مع حضراتكم الان مباشره الى الزميل كريم بيبرز من امام معبر رفح، بنتابع معاه اخر التطورات الخاصه بدخول المساعدات الاغاثيه والطبيه الى القطاع عبر المعبر بعد اليوم الاول النهارده في الهدنه الجديده بعد انتهاء اربعه ايام من الهدنه. معانا مباشره كريم، صباح الخير عليك كريم. صباح الخير يا محمد، صباح الخير يا جوانا، صباح الخير على كل مشاهدي، صباح الخير يا مصر. يمكن في عز الأجواء الممطرة دي اللي احنا عايشينها هنا في مصر، أكيد كمان هناك في قطاع غزة الموضوع أصعب من ممكن نتخيل، لكن ده فعلا زي ما قلت في بداية الهدنة المرة الثانية لمدة يومين، بالفعل الشاحنات دلوقتي وأنا بتكلم معاكم بالفعل دخل أكتر من 150 شاحنة وأنا بتكلم معاكم دلوقتي، ده منذ صباح اليوم. يمكن دلوقتي كمان يعني زميلي هيجيب الشاحنة وهي بتتحرك داخل بوابة المعبر. الشاحنة دي ضمن يعني زي ما قلت لكم 150 شاحنة دخلوا النهاردة، وما زالت الشاحنات دي الحقيقة مستمرة للدخول. كمان احنا بنتكلم على مئات الشاحنات لسه ما زالت بتتوافد على العريش ورفح والشيخ زويد، وبتصطف على الحقيقة يعني طول الطريق كله علشان
ان هي تيجي دورها لحد الدخول لمعبر رفح. بنتكلم ان احنا خلال الاربع ايام اللي فاتوا اللي هي بدات من يوم الجمعه الهدنه، الحقيقه دخل يمكن مفروض الهدنه يوميا 200 شاحنه، فكده بنتكلم المفترض المتفق عليه اكتر من 800 شاحنه. وكمان احنا بنتكلم انه في بعض الاحيان كانت قوات الاحتلال بتعرقل دخول الشاحنات او بتمنعهم او بترجعهم تاني، فالحقيقه ان الحكومه المصريه قررت ان هي تدخل اكتر من 200 شاحنه في اليوم عشان تقدر ان هي توازن لو قوات الاحتلال قدرت ان هي توقف بعض الشاحنات تخش، لكن في غيرهم هيخش برضو. دي طبعا بعد جهود دبلوماسيه مصريه بالشراكه مع قطر والولايات المتحده الامريكيه ان الهدنه تستمر، على امل ان احنا نقدر نوصل بعد كده لوقف اطلاق النار للتخفيف عن الاشقاء في فلسطين. لكن مش ده بس الحقيقه اللي موجود، كمان دلوقتي على يساري الحقيقه اصطفاف كبير جدا لسيارات الاسعاف، دي موجودة يوميا بتتحرك داخل معبر رفح ان هي بتقدر تخش وتنقل المصابين من الاشقاء في فلسطين عشان يتلقوا العلاج هنا في المستشفيات، سواء مستشفى العريش العام، سواء المستشفيات المختلفة في محافظة شمال سيناء، او المستشفيات اللي حددتها الحقيقة جمهورية مصر العربية عشان يتلقوا العلاج من الاشقاء في فلسطين. ده جزء من العربيات الحقيقة، جزء من الاسطول الخاص بالاسعاف اللي بيكون موجود دايما امام بوابة معبر رفح المصرية. مش بس كده، كمان ده ما يمنعش العالقين اللي كانوا موجودين هنا في شمال سيناء ان هم يتحركوا فورا بدء الهدنه على طول بيرجعوا تاني لاراضيهم. الاشقاء الفلسطينيين مش هيتنازلوا عن ارضهم، اتكلمنا معاهم قالوا لنا الحقيقه انه برغم الضرب وبرغم يعني القوه الغاشمه اللي استخدمتها قوات الاحتلال على الاشقاء في قطاع غزه، لان هم قرروا برضو ان هم يرجعوا بيوتهم يطمنوا على اهاليهم، حتى لو اهاليهم ما كانوش موجودين، حتى لو بيوتهم ما كانوش موجودين، هم قرروا ان هم مش هيسيبوا ارضهم. وده وسط تضامن كبير جدا الحقيقه من اهالي شمال سيناء اللي اتكلمنا معاهم، وقالوا ان هم مستعدين طول الوقت ان هم يضحوا باجمل حاجه، يضحوا باحسن حاجه عندهم عشان يقدروا يوصلوا المساعدات للاشقاء، مستعدين يضحوا بدمهم كمان عشان خاطر الاشقاء في فلسطين. استضافوهم هنا لحد لما الهدنه بالفعل بدات. وبعد كده الحقيقه ان هم يعني صمموا انه يفضلوا قاعدين عندهم بدون اي مقابل هنا المصريين لحد لما جت الفرصه والاشقاء الفلسطين رجعوا لاراضيهم. كمان خليني اقول لكم على نقطه مهمه جدا، وهي الجزء الخاص بالصفقة الخاصة بتبادل الأسرة. يمكن بعد برضو قوات الاحتلال كانت بتعرقل يعني تبادل صفقة تبادل الأسرة خلال الأيام اللي فاتت، ودايما بتأخر شوية أو بتعلل بأسباب فنية محدش عارفها، لكن برضو الجهود المصرية القطرية والولايات المتحدة الأمريكية قدرت أنها تؤكد على ضرورة الالتزام بالهدنة، وده يمكن ضمن يعني تاريخ طويل للدولة المصرية والمصريين في الوقوف بجانب الأشقاء في فلسطين. كريم بيبرس طبعا زميلنا العزيز من امام معبر رفح، بشكرك شكرا جزيلا، والحقيقه بحييك يعني على عملك في هذه الاجواء الصعبه. امبارح يمكن كان تراب بشكل كبير برضو تابعناه معاك، ودلوقتي شايفين في امطار، اعتقد يعني ده افضل الى حد ما من الاتربه اللي كانت موجوده امبارح، كان الوضع صعب شويه. طبعا كل شكرنا ليك وتقديرنا الحقيقه مش بس ليك، حتى كل زمايلنا الصحفيين اللي موجودين معاك من امام معبر رفح والمصورين كمان، مجهود كبير جدا. ايضا كل المتطوعين وسائقين الشاحنات اللي دخلت والاطقم الطبيه وسائقين سيارات الاسعاف، كل الشكر والتقدير ليكم الحقيقه. شكرا يا كريم. شكرا يا كريم. انا عايز برضو حقيقي زي جمانة بجد والله بيعمل عمل عظيم طبعاً. عظيم طبعاً. يعني كريم فدائي للقناة الاولى، ومن ايام طويلة قاعد عند معبر رفح بينقل لنا الصورة كما هي. بشكرك شكرا جزيلا يا كريم، ربنا يعينك دايما وتنقل لنا كده كل المعلومات اللي بتحصل في معبر رفح. شكرا ليك. نروح مع حضراتكم لفاصل سريع ونرجع مرة تانية، وصباح الخير يا مصر. حالة من التقاط الأنفس، حالة من الاطمئنان بعد نجاح الجهود المصرية في تمديد الهدنة في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين، واللي بتتضمن الإفراج عن مزيد من المحتجزين والأسرى، بجانب وقف إطلاق النار في كل قطاع غزة ودخول المساعدات الطبية والغذائية والوقود، وأيضا حظر الطيران الإسرائيلي في أجواء القطاع. خلونا نعرف مع حضراتكم تفاصيل أكتر من ضيفنا الأستاذ علي عاطف، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، واليوم الأول من اليومين الجديدين في الهدنة الجديدة معانا على الهواء. أهلا بك أستاذ علي. أهلا بحضرتك، صباح الخير. يعني مصر نجحت بتمديد الهدنة ليومين إضافيين زي ما بتقول جمانة، مساحة لالتقاط الأنفاس،
تابعت ازاي الجهود المصريه في تمديد الهدنه ليومين اضافيين وتقارب وتفاعل كافه الاطراف مع الطرح المصري بتمديد الهدنه؟ يعني في الحقيقه اولا خلينا نتكلم عن الدور المصري منذ بدايه انطلاق الازمه الحاليه في قطاع غزه والضفه الغربيه منذ يوم 7 اكتوبر الماضي. الحقيقه مصر لعبت دور كبير جدا على المستويات الانسانيه وعلى المستويات السياسيه والدبلوماسيه. شفنا مصر كانت من اوائل الدول التي يعني ارسلت مساعدات انسانيه الى قطاع غزه في وقت كان في القطاع بيتعرض لحملات وهجمات عنيفه جدا، حتى الجانب الفلسطيني من معبر رفح كان بيتعرض لعمليات قصف متكرره من الجانب الاسرائيلي، ولكن مصر اصرت على تقديم المساعدات الانسانيه الى الاشقاء الفلسطينيين. دعا المستوى الإنساني وأيضا دعت مختلف دول العالم لإرسال المساعدات الإنسانية التي يمكن أن يقدموها إلى القطاع إلى مطار العريش الدولي، ويعني أرسلت هذه المساعدات أيضا الدولية إلى القطاع. أعتقد أن الدور المصري المحوري في مسألة الهدنة، سواء الهدنة التي انقضت يوم أمس لمدة 4 أيام أو التجديد أو تمديد الهدنة لمدة 2 أخرين، كان يعني يستند إلى محورية الدور المصري فيما يخص الأزمة الحالية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية. يعني هذا الدور الإنساني والدور السياسي والدور الدبلوماسي المصري الذي تلعبه القاهرة داخل الأزمة الفلسطينية، أعتقد أنه يعني شجع أو دعم دور مصري محوري فيما يخص الهدنة. شفنا أن مصر يعني كان لها دور رائد فيما يخص تبادل عملية تبادل الأسرى والمحتجزين ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال الفترة الماضية خلال مدة الهدنة لمدة 4 أيام، وشفنا أيضا أن مصر يعني كان لها دور مساهم ودور محوري جدا فيما يخص تمديد الهدنة لمدة 2 أخرين. يعني ومصر حتى في الأيام الأولى للهدنة، يعني في اليوم الأول فقط للهدنة، تم إدخال عشرات الشاحنات من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، سواء المواد الطبية أو الوقود وغيره. فأعتقد أن الدور المصري فيما يخص يعني الوساطة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتبادل الأسرى والمحتجزين كان ليه دور فاعل جدا فيما يخص هذه الهدنة، وأيضا دور مصري آخر لتمديدها ليومين آخرين. طيب أستاذ علي، الحقيقة أنه موافقة إسرائيل على هذه الهدنة هو متعلق بشكل كبير جدا بمصلحة لها، هي شايفة أنه في فائدة من الموافقة على هذه الهدنة، خاصة أنه حماس منذ بداية هذه الحرب أصلا كانت عرضت بالفعل هذه الهدنة. وأيضا وزير سامح شكري كان تحدث الحقيقة عن هذه النقطة تحديدا، وقال أنه تحول هذه الهدنة لوقف إطلاق نار دائم متعلق بأن تقتنع إسرائيل بأن هذه الهدنة وأن هذا الوقف لإطلاق النار هو في مصلحتها. شايف حضرتك الدولة المصرية بدبلوماسيتها الناجحة حتى الآن إزاي تقدر تتعامل بهذه الأوراق عشان نقدر نوصل لوقف دائم لإطلاق النار؟ يعني أعتقد أن أولا مصر لا تزال تواصل هذه الجهود الدبلوماسية والسياسية، سواء اتصالات مع القادة في منطقة الشرق الأوسط وأيضا الاتصالات الأخرى مع القادة حول العالم. شفنا خلال الفترة اللي فاتت الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد لقاءات واتصالات مكثفة مع القادة الغربيين، شفنا لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني واتصالات مكثفة مع الرئيس الأمريكي. أعتقد أن الدور المصري بيحاول حشد يعني دعم دولي للرؤية لمسألة إيقاف الصراع داخل الأراضي الفلسطينية عبر الضغط على إسرائيل. أعتقد أن هناك يعني ورقة أخرى لحشد دعم دولي ضاغط على إسرائيل للقبول بوقف إطلاق النار أو يعني التوصل إلى تسوية سياسية ترضي الجميع فيما يخص الأزمة الجارية في قطاع غزة. فأعتقد أن هذا الضغط أو مسألة السعي لحشد ضغط دولي على إسرائيل فيما يخص يعني إيجاد تسوية أو توصل لتسوية سياسية فيما يخص الأزمة الجارية، أعتقد أنه يعني هدف مصري يعني ساعي لكيفية حل هذه الأزمة. أعتقد أنه أيضا يعني مسألة يعني الدور الإعلامي الكبير الذي تقوم به مصر أيضا فيما يخص هذه الأزمة، أعتقد أنه كان دور كاشف جدا فيما يخص يعني ما يجري داخل قطاع غزة. حقيقة مصر يعني لعبت دور إعلامي كبير جدا كاشف فيما يخص يعني الأزمة وعمليات الإبادة التي تجري في قطاع غزة منذ يعني الشهر الماضي منذ شهر أكتوبر. فأعتقد أن هذه المساعي المصرية الدولية وأيضا الدور الإعلامي والدور الإنساني، أعتقد أن هذه المحاور كلها أعتقد أنها يعني تحشد رأي عام دولي
في لمسألة إيجاد ضغط على إسرائيل للتوصل للتسوية أو قبول تسوية سياسية لوقف إطلاق النار في الوقت الحالي. وأعتقد أن الهدنة كان أعتقد ثمار أحد ثمار يعني الجهود المصرية خلال الفترة الماضية فيما يخص الدور المصري. يعني بعض المتفائلين سياسيا بيشوفوا أنه يعني تمديد الهدنة لمرحلة ثانية ده ممكن يفتح الأفق لهدن أخرى وصولا لوقف إطلاق النار، وفي تحركات دبلوماسية مصرية طبعا وبالتنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الأطراف الدولية أنه يتم السير على هذا النهج أو هذا النظام، أنه يبقى فيه مدة هدنة فهدنة فوقف إطلاق النار. هل ده السيناريو متفائل جدا ولا قابل للتحقق في رأيك؟ يعني أعتقد السيناريو ده واقعي جدا. يعني التوصل أولا لهدنة قبل 4 أيام كان مؤشر أولا قوي، ويعني تجديد أو تمديد الهدنة لمرة أخرى أعتقد أنه مؤشر إضافي إيجابي فيما يخص إمكانية التوصل بشكل كامل لتسوية سياسية فيما يخص أو إيقاف إطلاق عمليات إطلاق النار والقصف الذي تقوم به إسرائيل داخل قطاع غزة والضفة الغربية. أعتقد أنه التوصل لهدنة هو مؤشر إيجابي قوي فيما يخص إمكانية يعني وقف شامل لعمليات إطلاق النار من جانب إسرائيل في داخل قطاع غزة. يعني أعتقد أنه أيضا الوجود يعني هناك تحول في الرأي العام أيضا الغربي خلال صحيح. الفترة الأخيرة فيما يخص المسألة أو مسألة الأزمة الفلسطينية. خلال الأيام الأولى للأزمة داخل الأراضي الفلسطينية الشهر الماضي يعني احنا شفنا أن كان هناك تركيز أكبر على مسألة الأزمة الإنسانية داخل القطاع، ولكن خلال الفترة الأخيرة احنا شفنا أن الكثير يعني من القادة الغربيين بدأوا ينتقدوا عمليات القصف التي تقوم بها إسرائيل داخل قطاع غزة. فأعتقد أن هناك تحول أيضا فيما يخص الرأي العام العالمي والرأي العام الغربي تحديدا تجاه ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية. أعتقد أن ده يعني مسار آخر فيما يخص إمكانية يعني تسوية الأزمة الفلسطينية أو التوصل لعمليات إيقاف دائمة لإطلاق النار داخل قطاع غزة. طيب أستاذ عارف، يعني في نفس برضو الفكرة وانطلاقا من نفس الفكرة، هل بالفعل فكرة استمرار عودة المحتجزين أو الرهائن لدى المقاومة مرة أخرى وتسليمهم لقوات الاحتلال، هل هذه الهدنة فعلا مرتبطة بهذا العامل؟ وهل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع هل هم جادين بالفعل في تنفيذ تهديداتهم أنه بعد ما تنتهي الهدنة هيقوم أو هتقوم قوات الاحتلال مرة أخرى باستمرار الحرب على قطاع غزة؟ ولأي مدى ما تقوم به المقاومة حاليا قدر ان هو خلينا نقول يحدث قلقلة في الداخل الإسرائيلي وقدر انه يضغط اصلا على حكومة إسرائيل؟ يعني أعتقد أن عمليات الهدف الأساسي لإسرائيل من وراء يعني قبول الهدنة سواء 4 أيام أو ليومين آخرين هو سعي إسرائيل ل يعني استعادة المحتجزين لدى حركة حماس داخل قطاع غزة. ده كان الهدف الإسرائيلي الرئيسي من وراء القبول الهدنة. وأعتقد أن أيضا يعني هذه الأزمة الجارية داخل قطاع غزة قد أثرت بالأساس على حكومة بنيامين نتنياهو وعلى الداخل الإسرائيلي. احنا شفنا بالأساس أصلا يعني حدثت بعض التظاهرات داخل إسرائيل خلال الفترة الماضية ضد حكومة نتنياهو بشكل شخصي أو بشكل محدد. يعني فأعتقد أنه يعني ما يعانيه أصلا الداخل الإسرائيلي من جراء هذه الأزمة يعني قوات الاحتياط التي تم حشدها داخل إسرائيل خلال الفترة الماضية أثرت على كثير من مناحي الحياة داخل إسرائيل. قطاع العمل داخل إسرائيل قد تأثر، تخلف أصلا كمان 2000 جندي عن أداء مهمتهم في الجيش الإسرائيلي مؤخرا. بالضبط، ده جانب آخر. يعني هناك أيضا عمليات رفض داخل إسرائيل لأداء هذه الخدمة العسكرية داخل إسرائيل. فأعتقد أنه هذا التأثير الذي يشهده المجتمع الإسرائيلي أو الحياة السياسية داخل إسرائيل نتيجة هذه الأزمة أعتقد أنه عامل آخر أيضا عامل ضغط. عامل الضغط يعني. بالضبط. طب هروح مع حضرتك إلى جانب آخر سريعا، العسكريين اللي في قبضة حركة المقاومة حماس، بعض المراقبين السياسيين بيقولوا هو ده الصيد الثمين، يعني دي الورقة التفاوضية الأقوى اللي ممكن أن تستغلها حماس. حتى الآن ما تم الإفراج عنه خلال 4 أيام الماضية هم من المدنيين من الجانب الإسرائيلي. كيف يمكن استغلال هذه الورقة؟ وبرأيك دي ممكن تقلب شوية في معادلة التفاوض ما بين الجانب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي؟
يعني اعتقد ان هذه هؤلاء المحتجزين لدى حماس بالاساس قد يعني هم ورقه قويه جدا لدى الحركه فيما يخص طريقه التعاطي مع الازمه وطريقه التعامل مع الازمه. اعتقد انها قد تستغلها خلال الفتره القادمه لاستعاده المزيد من المقابل العسكريين، لان في كلام ان هو مقابل عسكريين يتم يعني تبييض السجون الاسرائيليه كامله من الفلسطينيين. يعني لا اعتقد انه قد يتم تبييضها بشكل كامل، ولكن اعتقد ان الحركه او حماس قد تستغل لها لاستعادة كثير من الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، واعتقد انها قد يعني تستغلها ايضا توظفها لي يعني في ملفات اخرى خلال التعامل مع إسرائيل. اعتقد ان الأسرى او المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس هم يشكلوا ورقة ضغط على إسرائيل بالأساس، ويعني ويدفعوا إسرائيل او يمنعوا إسرائيل من يعني شن يعني هجمات عميقة اكثر داخل قطاع غزة. ولذلك يعني حماس يعني توظف هذه توظف هذا الملف في هذا الصدد، يعني تحاول توظيفه من ناحيه يعني بقائهم لدى حماس سوف يشكل ضغط على اسرائيل او سوف يمنعها ويجنبها من التصعيد بشكل اعمق داخل قطاع غزه على وجه التحديد. استاذ علي سريعا هرجع تاني لسؤالي بس واجابه بقى او لا، حضرتك تعتقد ان اسرائيل جاده في تهديدها بانها تستكمل الحرب في قطاع غزه؟ للأسف يعني جميع المؤشرات تقول أن إسرائيل، وهي صرحت بشكل رسمي أحد الوزراء الإسرائيليين صرح منذ أيام أن بعد انتهاء الهدنة سوف تستمر، بالضبط سوف تستمر على الأقل شهرين. فللأسف شهرين يعني حسب تصريحات رسمية إسرائيلية. يعني نأمل ألا تكون جادة الحقيقة في هذا التهديد، لأنه أعتقد أن المدنيين في قطاع غزة يعني عانوا الأمرين وعانوا بما فيه الكفاية، وإحنا كمان حتى كشعوب عربية وكعالم كإنسان يعني هذه المشاهد كانت بتؤثر فينا بشكل كبير جدا وما زالت تؤثر فينا، لم ننسى ولن ننسى حتى يعني حتى في المستقبل القريب ما كان يحدث في قطاع غزة وهذه المشاهد المؤلمة والدامية. بشكر حضرتك جزيل الشكر. شكرا. الأستاذ علي عاطف الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، نورتنا في صباح الخير. شكرا لحضرتك، شكرا. شرفتنا ونورتنا. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء، موجز التاسعة صباحا مع هالة الحملاوي. إليك مرة أخرى هالة، تفضلي. شكرا محمد. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المجر كاتالين نوفاك جلسة مباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. وخلال اللقاء استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية منذ بداية الأزمة وحتى التوصل للهدنة الإنسانية في قطاع غزة، مشددا على أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. هذا واتفق الجانبان على ضرورة العمل على التهدئة في قطاع غزة وإدانة استهداف جميع المدنيين مع رفض التهجير القسري والتشديد على أهمية عدم توسع الصراع إقليميا. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى نيويورك للمشاركة في جلسة وزارية لمجلس الأمن بشأن غزة ضمن وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية. وقررت الرئاسة الصينية لمجلس الأمن عقد الجلسة لاستعراض الموقف العربي والإسلامي الداعي إلى وقف الحرب في القطاع ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته للدفع باتجاه الوقف الشامل لإطلاق النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فضلا عن مطالبة أعضاء المجلس بالموافقة على اعتماد مشروع القرار العربي الإسلامي الخاص بإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وبشكل كاف ومستدام. يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأفاد مراسل التلفزيون المصري بدخول أكثر من 150 شاحنة إغاثة عبر بوابة المعبر منذ صباح اليوم. We'll be right back.
أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية أنها أطلقت سراح 33 أسيرا فلسطينيا بموجب اتفاق الهدنة مع حركة حماس. يأتي هذا فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن أن 11 محتجزا أطلق سراحهم من غزة وصلوا إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن المحتجزين سيخضعون لفحص طبي مبدئي قبل انضمامهم إلى أسرهم. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل وافقت على إدراج 50 أسيرة فلسطينية في قائمة الأسرى المقرر إطلاق سراحهم. وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذه الخطوة مشروطة بالإفراج عن المزيد من المحتجزين الإسرائيليين من غزة. أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية بأن الوزير أنتوني بلينكين سيزور إسرائيل والضفة الغربية والإمارات هذا الأسبوع للضغط من أجل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة والمساعدة في تأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية. وأوضحت رويترز أن المسؤول الأمريكي قال إن بلينكين سيشدد خلال الزيارة على الحاجة إلى مواصلة تدفق مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين وتعزيز الحماية للمدنيين في غزة، كما سيناقش مبادئ واشنطن المتعلقة بالحاجة إلى وجود دولة فلسطينية مستقلة. وعدت وزيرة الخارجية البوليفية الجديدة سيليندا سوسا بمواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية. وخلال أدائها اليمين الدستورية بحضور الرئيس البوليفي لويس أرسي، قالت سيليندا سوسا أنها ستواصل الدفاع عن الشعب الفلسطيني وعن حقه في تقرير مصيره وبناء دولته الحرة والمستقلة وذات السيادة. أعلنت بلغاريا أنها سمحت لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالتحليق في المجال الجوي البلغاري للسفر إلى مقدونيا الشمالية من أجل حضور اجتماع وزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وأوضحت وزارة الخارجية البلغارية أن التفويض الدبلوماسي للتحليق في الأجواء هو ذو طبيعة مؤقتة ويندرج في إطار الاستثناءات من عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة عليه. методами, которые грубейшим образом нарушают международное гуманитарное право, неизбирательные. انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. من اللحظة الأولى لبدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أخذت مصر على عاتقها بذل كل الجهود لحل الأزمة في أسرع وقت ممكن. الحقيقة أن الجهود المصرية والدعم المصري كان هو الأهم والأكبر والأسرع على كافة المستويات، وكانت الوساطة المصرية هي الأكثر تأثيرا. نجحت مصر في إدخال القدر الأكبر من المساعدات الإنسانية وإقرار الهدنة على مدار يومين إضافيين. صحيح، يعني على مدار 50 يوم الحقيقة الدولة المصرية كانت بتتخذ قرارات حاسمة ومواقف واضحة للعالم أجمع. خلينا نتعرف على تفاصيل الدعم المصري خلال أسابيع العدوان الإسرائيلي على غزة مع الكاتب الصحفي جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. صباح الخير على حضرتك وأهلا بك معنا. صباح الخير. طيب فندم، يعني الحقيقة أنه موقف المصري كان بيتطور مع تطور الأحداث، وبعد ساعات قليلة جدا من عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر مصر خرجت ببيان واضح وصريح وحذرت من المخاطر الوخيمة لتصاعد العنف، وكمان دعت كل الأطراف الدولية الفعالة للتدخل، مرورا كمان بالتأكيد على أنه أمنها القومي هو خط أحمر. خليني أبدأ مع حضرتك من هذا البيان وتطور الموقف المصري على مدار أحداث غزة. هو احنا لو شفنا من بداية هذا البيان لغاية دلوقتي هنجد مصر اخذت اكتر من مسار في نفس التوقيت، المسار السياسي، المسار التفاوضي، المسار الدبلوماسي، وعلى الجانب الاخر المسار الانساني اللي هو تقديم المساعدات. يعني شفنا في البداية من بداية هذا البيان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجرى اتصالات باغلب زعماء العالم واغلب القوى الفاعلة في النظام العالمي ككل،
من أجل الوصول إلى حالة تهدئة، وكان في تحذيرات كبيرة ورسائل كثيرة كان بيوجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمها يجب فورا طبعا الجلوس على مائدة المفاوضات، طبعا الوقف العدوان بشكل سريع. كل ما ازدادت فترة العدوان كل ما هيزيد تدخل قوة في المنطقة، هيؤثر بشكل كبير على استقرار المنطقة. لازم دخول المساعدات وتسهيل دخول المساعدات لأهالينا في قطاع غزة، وقف آلة العنف اللي بتنفذ كل يوم على المدنيين تصل إلى جرائم الحرب وما حدث داخل قطاع غزة، طبعا الكل شاهد عليه. كان في أيضا بعد هذه الاتصالات كان في قمة القاهرة للسلام اللي عقدت في العاصمة الإدارية، وشفنا الرئيس تحدث بشكل واضح وبشكل صريح أمام العالم كله على عدم تصفية القضية الفلسطينية، العمل على ولن تصف القضية الفلسطينية على حساب الدولة المصرية، ودي كانت رسالة مهمة جدا وقفلت كل الألسنة وقفلت كل التفكيرات الغربية أو التفكيرات الإسرائيلية في محاولة تهجير الفلسطينيين وأهالي قطاع غزة إلى سيناء، وده كان هم كانوا بيخططوا لكده. وثم من بعد ذلك طبعا اتصالات الرئيس. خلي بال حضرتك أن خلال الفترة دي كلها هنجد أن بداية تصريحات الغرب والدول الغربية اللي كانت مساندة بشكل كبير لإسرائيل، وإن إسرائيل من حقها أنها تدافع عن نفسها، تدافع عن أرضها، تدافع عن المدنيين، تحولت بناء طبعا على القوة المصرية الكبيرة في المجال السياسي والاتصالات اللي تمت خلال الفترة دي كلها، هنجد أن الرؤية الغربية والعالمية والدولية كلها تغيرت إلى الوجهة المصرية اللي هو العمل على حل القضية الفلسطينية، ودي أول مرة نسمعها من عديد من دول، حل القضية الفلسطينية بشكل أساسي، حل الدولتين، يجب أن يكون لفلسطين دولة مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وإيقاف العدوان بشكل سريع جدا، وعدم استهداف المدنيين، والعمل على تسهيل دخول المساعدات. احنا كنا شايفين في البداية الدور اللي كانت بتلعبه إسرائيل في قصف المعبر من اتجاه رفح، معبر المصري طبعا زي ما أكد سيادة الرئيس أنه من اليوم الأول مفتوح، وإن الشاحنات والمساعدات كلها كانت متواجدة من اليوم الأول، احنا شايفين العربيات المساعدات كل ده كان متواجد، ولكن إسرائيل حاولت تعيق دخول. عايز أتوقف مع حضرتك أستاذ جميل عند هذه النقطة تحديدا، لأنه مكسب مهم جدا من مكاسب إقرار الهدنة هو الجانب الإنساني، لأنه القطاع على مدار 50 يوم بيشهد حالة من التدهور في كافة يعني سبل الحياة، صحيا واجتماعيا وغذائيا. النهاردة كان من شوية معانا على الهواء في بداية الحلقة مداخلة من معبر رفح الزميل كريم بيبرز، كان بينقل لنا الصورة من هناك و150 شاحنة، بدأنا نشوف الشاحنات بتدخل عبر معبر رفح من الجانب المصري. هذا المكسب شايفه ازاي من الهدنة، خاصة انه الاتفاق ما بين الطرفين الاحتلال الاسرائيلي والفلسطيني كان بينص على ادخال حوالي 200 شاحنة يوميا، وكان في وعود من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انه الفترة المقبلة هنشهد مزيد من ادخال المساعدات الإغاثية والإنسانية. هذا الجانب كيف تديره الدولة المصرية الجانب الإنساني؟ هو الجانب الإنساني زي ما قلت لحضرتك هي كان على يعني كلها ماشية في نفس الاتجاه. طبعا الجانب الإنساني ده كان مهم جدا بالنسبة للرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف المعاناة عن أهالينا اللي موجودين في قطاع غزة. ولو نتذكر ان الرئيس كمان والدولة المصرية رفضت دخول حامل الجنسيات الأجنبية إلى مصر إلا بعد فتح المعبر ودخول الشاحنات المواد الغذائية والإغاثية. شفنا أيضا استقبال مصر لعدد كبير من المصابين وعلاجهم هنا والأطفال حديثي الولادة. إذا كان مصر من اليوم الأول هي بتسعى إلى دخول المساعدات واستقبال المصابين، وكان في شروط مصر حطتها، وأعتقد أن الشروط اللي مصر حطتها دي استجابت لها حكومة الاحتلال، وقدرت وقدرنا أن احنا ندخل المساعدات بناء على الشروط المصرية للموضوع. أنا شايف أن في الوقت ده في 50 يوم مصر هي وجهة العالم ككل بشكل كبير، قدرت أن هي تفرض الشروط اللي هي محتاجة أن هي تنفذها لتخفيف المعاناة، حتى الوصول إلى الهدنة. يعني الوصول إلى الهدنة ده أمر ليس بالسهل، يعني ده
قدرة كبيرة للمفاوض المصري أنه يقدر يتفاوض على الوصول لهذه الهدنة بعد 50 يوم من حالة الدمار، وأن الهدنة يتم أيضا مدها بهذا الشكل. إذن في تأثير كبير من المفاوض المصري، تأثير كبير للقوة والقدرة المصرية بشكل كبير، وهو ده اللي احنا شفناه من إشادات أغلب زعماء العالم وآخرهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، اللي دايما ما بيتصل بالرئيس ويسمن الدور المصري، بل بيؤكد على يعني كان فيه الأول كلام زي ما اتكلمنا في البداية عن محاولة التهجير، قال إن الولايات المتحدة الأمريكية ما يعني الكلام ده بعيد عنها تماما، حكاية التهجير دي أو فكرة التهجير. الجانب الإنساني ده زي ما بقول لحضرتك كان عليه عامل مهم جدا بالنسبة لمصر، وكان الوقت الساعة بتفرق في دخول الشحنات وفي دخول المساعدات. طبعا مع وصول الهدنة طبعا في شحنات كبيرة ابتدت تدخل، وخاصة شحنات الوقود، لان ده كان صحيح. ما كانش فيه وقود عندهم، كانت المستشفيات فيها بتتأثر بشكل كبير لان ما فيش كهرباء، فمحتاجة المولدات تشتغل، الأدوية، وشفنا ايضا الأطقم الطبية اللي بدأت تدخل من مصر ايضا لعلاج المصابين هناك، وكل ده الدولة المصرية قدمته خلال 50 يوم ولم تتوانى لحظة عليه. وده كان من أهم الرسائل اللي بترسلها دايما مصر من خلال اتصالات الرئيس أو في خلال كل المؤتمرات الصحفية اللي أعلن فيها، تسهيل دخول المساعدات، العمل على دخول المساعدات. وزي ما قلت لحضرتك أن مصر فرضت شروطها ونفذت بالفعل شروطها، وقدرت أن احنا خلال الفترة دي أن احنا ندخل نسبة كبيرة من الشحنات. وفي الوقت الحالي طبعا مع الهدنة الشاحنات بدأت بشكل أكبر بكتير. طيب أستاذ جميل، خليني أرجع لنقطة حضرتك تحدثت عنها، وهي فكرة حديث سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أنه نزوح الفلسطينيين إلى الجنوب من ثم إلى مصر هو بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية. خلينا نقول أنه هذا المخطط هو موجود من زمان مش جديد، ولكن ما شفناش قائد أو رئيس دولة أو شخص يعني ليه حيثية رسمية خرجت بالفعل وتحدثت عن هذا المخطط بهذا الشكل وبهذه الشفافية وبهذه البساطة وشرحته للعالم أجمع. وده كان بمثابة بداية لوضع العالم أمام نفسه أنه المخطط مكشوف ومفهوم ومعروف إيه اللي وراه. وعلى جانب آخر كان في نفس الوقت خرج أحد المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي تحدث أنه دعا الفلسطينيين للنزوح إلى الجنوب من ثم أيضا إلى مصر إذا كنتوا حابين أن أنتوا تتجنبوا الضربات الجوية الإسرائيلية أو حتى أن أنتوا تنجوا بأرواحكم. وطبعا خلينا نقول بغريزة البقاء بالفعل بعض الفلسطينيين أو بعض المدنيين في قطاع غزة تخوفوا إلى حد ما، لكن بعد حديث سيادة الرئيس كان بمثابة خلينا نقول نقوص خطر، أو كان يعني زي ما نقول كده فوق أو يعني خلاهم ياخدوا بالهم من هذا المخطط وتنفيذ المخطط. وبالتالي شفنا كمان خروج مدنيين قالوا احنا مش ماشيين من قطاع غزة بالفعل عشان ما نكررش النكبة. سؤال حضرتك، بالفعل لأي مدى خطاب سيادة الرئيس في هذا الوقت وهذه النبرة الحادة في هذا التوقيت الخطير كان ليها مردود مش بس على القادة العرب ولا بس القادة العربيين لكن أيضا المدنيين في غزة؟ هو طبعا يعني كانت رسالة مهمة جدا ورسالة واضحة وصريحة أمام العالم كله من اليوم الأول، إن مفيش، لن تصفق قضية الفلسطينية على حساب الدولة المصرية، مفيش تهجير للفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر. والرئيس شرحها أكتر من مرة في المؤتمرات الصحفية، وكان الرئيس واضح وصريح، حتى قال إن مع نقلهم إلى قطاع غزة أو وصولهم إلى سيناء مش هينفع يرجعوا تاني بلدهم، فالقضية بالنسبة لهم هتتم تصفيتها. على الجانب الآخر الرئيس شرح أكتر من مرة وقال إن ممكن يتنقلوا إلى قطاع غزة فيبدأ الصراع من أرض سيناء مع إسرائيل، فمصر في الوقت الحالي هتضطر إنها يعني الصراع هيتنقل مع مصر إلى أرضها. فكان كلام الرئيس واضح أمام العالم كله، أمام المستشار الألماني لما قال لو محتاجين إن هم عايزين يهجروا عندهم صحراء النقب ممكن يهجروا فيها أهالي قطاع غزة لحين الانتهاء من اللي هم مفترض إن هم بيقولوا إن هم بيلاحقوا أي جماعة كانت. لكن كان الرئيس واضح وصريح، وفي النهاية وضع خط أحمر، الخط الأحمر
نزوح الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر ده خط أحمر ولن تقبله الدولة المصرية، لن تقبله لشقين، الشق الأول عدم تصفية القضية الفلسطينية، الشق الثاني لحماية الأمن القومي المصري. وكان الرئيس واضح وصريح زي ما بقول لحضرتك، وكان يعني العالم كله وقف لهذا السبب. هتجد بعدها الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع الرئيس نفس الاتجاه. يعني ده من ثوابت السياسة المصرية أو في من ثوابت التعامل مع الأزمة والحرب على قطاع غزة. أيضا ثابت مهم جدا شفناه الفترة الأخيرة وكل زيارات يعني زعماء العالم وقادة العالم إلى القاهرة، بدأ السيد الرئيس يؤكد على فكرة ضرورة حل المشكلة في حل الدولتين، هذا الحل الغائب تماما عن المجتمع الدولي، وانه سبب الصراع اصلا انه حتى الان لم يحصل الفلسطيني على حقه المشروع في تقرير مصيره. بالامس كان في زياره لرئيسة وزراء المجر، والرئيس اكد على هذه الجزئيه ايضا انه ضروره الاعتراف الدولي بفلسطين واقرار حل الدولتين، دوله فلسطينيه على حدود 4 يونيو لعام 67. اهميه التأكيد على هذا الثابت من ثوابت السياسة المصرية، وكيف يمكن أن يفعل ضمن إطار مؤتمرات يعني مستقبلية للسلام كحل أخير ووحيد للأزمة ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين. هو أنا عايز أقول لحضرتك لو رجعنا من عام 2014 لغاية دلوقتي هتجد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المؤتمرات الدولية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في كل مؤتمراته الخارجية، أول حديث بيتحدث عنه القضية الفلسطينية، يجب أن يكون هناك حق للفلسطينيين في أرضهم، دولة مستقلة، دولة مستقلة. ودايما الرئيس بيأكد على حدود 4 يونيو عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية. لو رجعنا كل كلمات الرئيس هتلاقيها منذ 2014 لغاية دلوقتي، إذا أراد العالم أن ينعم بالسلام صحيح. فعليه أن يتم حل القضية الفلسطينية. ليه؟ لأن في لازم نبقى عارفين أن في دولة احتلال، دولة بتحتل أرض اللي هي أرض فلسطين، بتنفذ على هذه الأرض كل أنواع القمع، كل أنواع القتل لأصحاب الأرض نفسهم. فلهذا السبب عشان تنعم المنطقة بالسلام ويحصل استقرار في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم ككل، يجب حل القضية الفلسطينية. دي من ثوابت السياسة الخارجية المصرية وعقيدة راسخة في الدولة المصرية، وبيؤكدها الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما فيها. لازم عشان نحل هذه الأزمة يجب أن ممكن نشوف مؤتمر ما للسلام، قاهرة للسلام آخر الفترة المقبلة، يعني بيضم بعض الأصوات اللي في العالم دلوقتي اللي بتطالب بضرورة إقرار الدولة الفلسطينية. هو زي ما بقول لحضرتك أن من بداية الأزمة لغاية دلوقتي هتلاقي في دول كتيرة غربية غيرت من وجهة نظرها، وحتى تصريحات رئيس الوزراء الأسباني ورئيس الوزراء البلجيكي لما كانوا متواجدين هنا في مصر. الرئيس أيضا أكد على حاجة، قال طيب في الوقت الحالي يجب أن نعترف بدولة إسرائيل، يعني لازم بدولة فلسطين، أنا آسف، يجب أن نعترف بدولة فلسطين، أن يبقى في دولة فلسطينية متواجدة. فلهذا السبب أعتقد أن خلال بالطبع المرحلة المقبلة أعتقد أن القاهرة هتشهد مؤتمر للسلام يضم هذه الأصوات. في تحركات طبعا، احنا شايفين التحركات السياسية، شايفين الرؤية المصرية واستشرافها للمستقبل، لأن مصر حذرت من فترة طويلة، رئيس حذر من فترة إلى قد تحدث أزمة زي دي، واتساع أيضا دائرة الصراع ده هيسبب أزمة كبيرة في المنطقة. طول ما استمر الصراع على الأرض طول ما هيكون هناك بالطبع أزمة في منطقة الشرق الأوسط. كاتب الصحفي جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، نشكرك جزيل الشكر يا فندم، نورتنا. شكرا جزيلا لك. شكرا لحضرتك. مستمرين مع حضراتكم في صباح الخير يا مصر، نروح لفاصل سريع ونرجع مرة تانية، خليكم دايما معنا. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، ومصر على موعد مع استحقاق انتخابي جديد. انتخابات رئاسية هيخوض سباقها 4 مرشحين، المرشح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فريد زهران، وعبد السند يمامة، وحازم عمر. جولة انتخابية في انتظار المصريين في كل المحافظات. صوتك مهم، قرارك
وان انت تقول رايك ده شيء مهم جدا. اختار الاصلح والافضل لقياده البلد في الفتره القادمه، وده دورك تجاه بلدك. صحيح، هو حق دستوري جمانة، لازم كلنا نمارس هذا الحق. ان شاء الله مشهد انتخابي يكون معبر عن المصريين وعن ارادتهم، وهم نازلين يدلوا باصواتهم يوم 1 يعني ديسمبر، بعد ايام قليله يوم الجمعه اللي جايه هتبدا الانتخابات بالخارج. حوالي 14 مليون مصري بالخارج مدعوون للمشاركه في الانتخابات الرئاسية 2024. قراءة وفية عن أهمية المشاركة السياسية في هذه الانتخابات، خلونا نرحب بضيفنا الكريم في الاستوديو سيادة النائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منورنا في استوديو صباح الخير. صباح الخير على حضراتكم وعلى كل طبعا متابعينا ومشاهدينا. أيام قليلة ويبدأ السباق الانتخابي، والبداية أو ضربة البداية هتكون من الخارج، المصريين بالخارج يوم 1 ديسمبر. بداية حابب أتكلم مع حضرتك أو تكلمنا عن أهمية هذا الاستحقاق وأهمية المشاركة السياسية للمصريين سواء بالداخل أو بالخارج. طيب في البداية بس يعني خلينا بس نقول أنه الانتخابات الرئاسية هي أرفع استحقاق دستوري في العالم كله، مش في الدولة المصرية فقط، لأنه إحنا بنختار رئيس للبلاد لمدة 6 سنوات، يعني هيكون لديه رؤية كاملة وشاملة في كافة الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية الحالية تمتاز عن أي انتخابات مضت، لأنه في الحقيقة هناك تعددية في عدد مرشحي الرئاسة المصرية، وهناك أيضا تنوع في المرشحين. يمكن الانتخابات الرئاسية الحالية لم تشهدها مصر من قبل، يعني لم نشاهد 3 مرشحين بينتموا إلى أحزاب سياسية، والرئيس السيسي طبعا وهو رجل يعني لديه من التاريخ ولديه من الإنجازات اللي تحققت خلال 10 سنوات اللي تخلينا بكل ثقة أن احنا نقول يعني نستكمل ما تم بناؤه خلال الفترة اللي فاتت. لدينا الدكتور عبد السند يمامة وهو رئيس لحزب الوفد، وحزب الوفد طبعا حزب عريق وحزب له تاريخ كبير جدا في السياسة المصرية وكان له مواقف تاريخية ووطنية. الدكتور فريد زهران وهو أيضا يمثل المعارضة المصرية وحزب المصري الديمقراطي، أيضا حزب قوي وله كوادر سياسية. الدكتور حازم عمر وهو رجل سياسي وعضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة العلاقات الخارجية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب أيضا له كوادر وشعبيته وله أيضا عدد من النواب في البرلمان يتجاوز 57 نائب. طبعا يعني لو هتحدث عن الرئيس السيسي فهو يعني الرئيس السيسي وهو يعني رجل انحاز الى اراده المصريين في 30 يونيو في ثوره مجيده يعني كادت ان تختطف الدوله المصريه على يد جماعه ظلاميه ارادت ان تذهب بالدوله الى يعني الى الجحيم. الرئيس انحاز الى الشعب المصري ومن خلف قواتنا المسلحه الباسله في ثوره يعني اعادت الدوله المصريه الى مكانتها وهيبتها في العالم كله، وتحقق من الانجازات خلال 10 سنوات لو اتكلمنا عنها يعني اكيد هنحتاج حلقات كبيره جدا سواء على المستوى السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي، يعني اخرها الموقف المصري الصلب من القضيه الفلسطينيه واللي يعني بيشهد التاريخ للرئيس السيسي انه حافظ على الوطن وحافظ على مقدراته وحافظ على امنه القومي في ظل تحديات يعني دولية كبيرة جدا وفي ظل ضغوط خارجية كبيرة جدا وفي ظل صمت دولي رهيب يعني 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 يكاد يشعرنا بأن العالم كله تحول إلى غابة أو أنه العالم كله تحول إلى يعني إلى دول تريد أن يعني تعترف بالدماء وتعترف بسفك الدماء. الموقف المصري الصلب يعني أعاد القضية الفلسطينية إلى موقعها الطبيعي وأعاد الفلسطينيين إلى حقوقهم في دولتهم وقضى على أحلام الكيان الصهيوني الغادر والغاشم في يعني تحقيق حلمه من النيل إلى الفرات ونقل القضية الفلسطينية ونقل الفلسطينيين إلى من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء. خلينا نتكلم عن المشاركة السياسية. نحن أمام استحقاق دستوري وواجب وطني على كل مصري سواء في الداخل أو في الخارج، لأنه المصريين في الخارج لا يقلوا في الأهمية عن المصريين في الداخل، لأنه بالعكس يعني يمكن دايما المصري لما بيكون خارج وطنه وخارج دولته بيكون عنده يعني رغبة في المشاركة السياسية الأكبر، لأنه يعني بيحس أنه ده بيساهم أيضا في استقرار الدولة. عددهم كبير برضو 14 مليون وعدد 14 مليون مواطن، يعني هو رقم كبير جدا في الخارج، وأعتقد أنه المصريين في الخارج لديهم من الوعي
ولديهم من الفكر وشايفين اللي بيحصل وشايفين اللي بيحصل في العالم كله. هم قريبين يعني وهم موجودين في دول مختلفة وشايفين الضغوط اللي بتمارس على الدولة المصرية عشان يعني ترجع بينا إلى الوراء أو ترجع بينا إلى الخلف. إن شاء الله إحنا يعني متفائلين جدا بأنه الاستحقاق الدستوري وانتخابات الرئاسية هتشهد مشاركة سياسية إن شاء الله هتكون الأوسع في تاريخ الدولة المصرية. سيادة النائب، واحنا خلاص يعني ايام قليله بتفصلنا عن هذا الاستحقاق الرئاسي، احنا نتكلم على دور مهم جدا بتلعبه المؤسسات المعنيه لتهيئه المناخ العام، لا ان كان تشجيع المواطنين على الانتخاب او حتى فكره كمان تهيئه المناخ لتسهيل عليهم. خلينا نعرف من حضرتك دور هذه المؤسسات المعنية إن كان في تهيئة المناخ للمواطنين بالنسبة للانتخابات أو حتى تسهيل الظروف المحيطة بالانتخابات. بداية طبعا الدولة المصرية اتخذت من الإجراءات واتخذت من الضوابط اللي بتجعل العملية الانتخابية تسير بشكل يعني منتظم وبشكل أكثر شفافية وحيادية. لدينا هيئة وطنية عليا للانتخابات بتشرف على الانتخابات المصرية، لدينا قاضي على كل صندوق يعني مشهود لهم والقضاء المصريين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، اللي هيدوا رسالة انه كل صوت هيصل الى المرشح اللي حضرتك هتنتخبه، صوتك هيصل اليه بمنتهى النزاهة والشفافية، ودي اكبر ضمانة للعملية الانتخابية. ويمكن يعني الرئيس السيسي ايضا والدولة المصرية كانت حريصة على ان تجرى الانتخابات في هذا التوقيت حرصا على ان يكون هناك اشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية، وده بيعطي رسالة بأن الانتخابات القادمة هي انتخابات حرة ونزيهة. الضمانات الأخرى كمان عندنا يعني يمكن على الجانب الإعلامي، يمكن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خدت موقف يعني محايد من جميع المرشحين وعلى مسافة واحدة من الجميع، وأعطت لكل مرشح الحق في 100 ساعة دعاية إعلامية سواء على مستوى القنوات أو على مستوى الصحف الورقية أو المواقع الإلكترونية، وده بيعطي رسالة بأن مؤسسات الدولة كلها على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن الدولة المصرية كلها يعني بتسعى إلى أن تكون انتخابات المصرية القادمة انتخابات يعني مشهود لها أمام العالم كله بأن دولة بحجم مصر انتخابات تليق بمصر، انتخابات تليق بدولة لها تاريخ وباع كبير جدا في السياسة وفي العالم كله. تابعنا مبادرة أطلقت من جانب الهيئة العليا للانتخابات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق بتقديم ندوات توعوية للشباب وحث الشباب على المشاركة السياسية، واحنا بنتكلم على قطاع مهم جدا، شريحة مهم جدا بتتهم دائما بأنها يعني لديها عزوف عن الحياة السياسية أو تبتعد عن ممارسة حقها السياسي. شايف أهمية مثل هذه الندوات التوعوية إيه، وأهمية الشراكة اللي بتحصل ما بين الهيئة الوطنية العليا للانتخابات وجهات أخرى في الدولة معنية بحث المواطنين ورفع وعيهم بالنسبة للمشاركة السياسية؟ طبعا بأثمن ما قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون والشراكة ما بينها وما بين وزارة الشباب والرياضة لعمل وعقد ندوات لشبابنا في مختلف المحافظات المصرية للتوعية بأهمية المشاركة السياسية والمشاركة الانتخابية. وخلينا أقول برضو أؤكد على أنه يعني ما تحقق خلال السنوات اللي فاتت في عهد الرئيس السيسي في ملف تمكين الشباب تحديدا يمكن لم يحدث في تاريخ الدولة المصرية، والرئيس السيسي هو الذي أعاد للشباب يعني ثقتهم في الدولة المصرية منذ أن تولى في عام 2014، وبدأ الرئيس السيسي في عملية تمكين واسع للشباب في كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. يمكن الدولة المصرية في عام 2016 أطلقت مؤتمرات الشباب الوطنية واللي كان لها دور كبير جدا في التواصل المباشر ما بين الدولة والشباب. كمان أطلق البرنامج الرئاسي لتأهيل صحيح. وتمكين الشباب، وكمان أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل. أخيرا في 2018 يعني تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهي أحد مخرجات مؤتمرات الشباب الوطنية، يعني الشباب المصري أصبح موجود على يعني رأس السلطة في مصر، الشباب المصري موجود في كل في البرلمان، موجود في الجهاز التنفيذي والجهاز الإداري للدولة، موجود في يعني كافة المناحي اللي موجودة. أعتقد أنه الشباب علينا أن نشارك بكثافة لأنه ده هيعزز أيضا من وجود الشباب خلال الفترة القادمة وتمكينهم أكثر تمكين في الفترة اللي جاية. كمان المرأة
المرأة شهدت عصرها الذهبي في خلال 10 سنوات اللي فاتت، ويمكن الدولة اتخذت من القوانين والتشريعات اللي مكنت المرأة تمكينا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. يمكن لو نظرنا إلى المرأة نجد المرأة في البرلمان يعني زاد تمثيلها من 2012 ل 2020 بشكل يعني كبير جدا. يمكن صحيح. المرأة في برلمان 2012 كانت نسبة مشاركة المرأة لا تتعدى 2%، برلمان 2015 تجاوزت 14.7%، برلمان 2020 تجاوزت 27.8%، ودي طبعا نسبة لم تشهدها الدولة المصرية في تاريخها. ويمكن الرئيس السيسي يعني اتخذ من القرارات والقوانين ويمكن التعديلات الدستورية الأخيرة اللي أعطت للمرأة الحق في أن تمثل داخل البرلمان بنسبة لا تقل عن 25%، وده بالفعل أعاد للمرأة مكانها الطبيعي باعتبارها نصف المجتمع. مكاسب كثيرة سياسية واقتصادية واجتماعية تحققت خلال الفترة اللي فاتت. أعتقد أن المشاركة الواسعة في الانتخابات هي الضمانة الوحيدة لمزيد من الضمانات ومزيد من المكاسب على جميع المستويات. بالمناسبة كمان هناك مكسب أيضا من هذه الانتخابات بجانب يعني مين اللي هيكون رئيس الجمهورية القادم. الأحزاب السياسية عليها أن تستفيد من هذه التجربة، لأنه بالفعل لم تكن عندنا تعددية وتنوع في مرشحي الرئاسة من قبل، ودي فرصة تاريخية للأحزاب السياسية أنها تكون موجودة وتثبت للجميع بأن الأحزاب موجودة وبأن الأحزاب لها قواعد شعبية وبأن الأحزاب بالفعل إذا أتيحت لها الفرصة لكي تكون متواجدة أعتقد أنها تكون مؤثرة. سر كان الأدوار الحزبية للشارع المصري، ده كان في غياب تام للأحزاب في الشارع المصري. طيب سيادة النائب، يعني من خلال حضرتك، يعني حضرتك سيادة نائب عضو مجلس الشيوخ عند تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ده بيخليك دايما في تفاعل مباشر مع الشباب على أرض الواقع. شايف من خلال هذا الدور اللي حضرتك تلعبه مدى أو نسبة مشاركة الشباب في هذه الانتخابات، وإيه الدوافع اللي ممكن تكون موجودة عند الشباب دلوقتي عشان يقدر يشارك في هذه الانتخابات وإنه يكون لي رأي ويكون ليه دور يكون مسموع كمان في الشارع؟ طيب. احنا تحدثنا عن ملف تمكين الشباب، تحدثنا عن المكاسب اللي تحققت للشباب خلال الفترة اللي فاتت. عندنا استحقاق هام جدا هيعقب انتخابات الرئاسة هو انتخابات المجالس الشعبية المحلية، وده أعتقد أنه يعني المجالس الشعبية المحلية هي يعني طبقا للدستور والقانون 25% من تمثيل المجالس الشعبية القادمة من الشباب، وده التزام دستوري لا يمكن الحياد عنه بأي شكل من الأشكال، وده نسبة على الأقل يعني ممكن أن تزيد لكن لا يمكن أن تقل بأي شكل من الأشكال. مشاركة الشباب في الاستحقاق الحالي هو رسالة بأنه الشباب المصري يعني مدرك لحجم التحديات اللي بتمر بها الدولة المصرية، مدرك للمكاسب اللي تحققت خلال الفترة اللي فاتت، متمسك أيضا بالمزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة. انتخابات المجالس المحلية ويمكن يعني خلال جلسات الحوار الوطني اللي كانت قبل الانتخابات الرئاسية مباشرة، وأنا شرفت بإني كنت عضو لجنة الإدارة المحلية داخل الحوار الوطني، يعني قانون الإدارة المحلية تقريبا يعني أصبح جاهز أمام طاولة الرئيس القادم لكي يخرج إلى النور، وبالتالي هيكون هناك فرصة كبيرة جدا لإجراء انتخابات محليات خلال الفترة القادمة. أعتقد أنه ده يعني هو المكسب الكبير للشباب المصري، لان دي اكبر قاعده شعبيه هتكون موجوده داخل المجلس. هيكون كمان للشباب دور كبير فيها، وكمان في انتخابات البرلمانيه 2025، ودي مهمه جدا لانه زي ما حضرتك قلت الانتخابات الرئاسيه بتعكس حاله من التعدديه السياسيه ما بين الوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الشعب الجمهوري، برامج سياسيه مختلفه، فده تمهيد لانتخابات برلمانيه مقبله، يبقى في حاله وعي لدى المواطن يعرف ايه الفروق ما بين البرامج السياسية والانتخابية. أعتقد ده هيرفع يعني بشكل كبير مستوى الوعي بضرورة أن يكون في برامج انتخابية وحزبية وسياسية في الشارع. أنا متفائل جدا بمشاركة الشباب خلال الانتخابات القادمة، لأنه بالفعل هناك يعني هناك رغبة ملحة لدى الشباب في المشاركة، لأنه كمان لو بصينا في الحملات الانتخابية للمرشحين الأربعة هنجد أنه يعني التمثيل الأكبر داخل الحملات هو للشباب. المتحدثين باسم الحملات الرسميه للاربع مرشحين بما فيهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ايضا يعني حمله الرئيس السيسي على سبيل المثال اكثر من 75% من قوامها الاساسي من الشباب المصري. باقي المرشحين الثلاث مرشحين ايضا حملاتهم كلها تقريبا في معظمها من الشباب المصري، ده بيعكس الاهتمام الكبير جدا بالشباب. الانتخابات يعني انتخابات المجالس النيابيه
بغرفتيها سواء مجلس النواب او مجلس الشيوخ. ايضا احنا امامنا سنه ونص تقريبا على انتخابات البرلمانيه القادمه، ودي مده غير مش كبيره على الاطلاق. اعتقد ان احنا بعد انتخابات الرئاسه هيبقى لدينا ملف انتخابات المحليات، هيبقى لدينا ملف انتخابات البرلمانيه بغرفتيها النواب والشيوخ. يعني دي فرص وفرص كبيره جدا للشباب لانه يثبت انه يعني يستحق ان يكون رقم صعب في معادله سياسيه للدوله المصريه. يثبت ايضا ان لديه وعي ومدرك للتحديات اللي بتمر بالدوله. يثبت ايضا بانه قادر على قياده زمام الامور خلال الفتره القادمه، لانه يعني بالفعل الكلام اللي انا هقوله دلوقتي مش مجرد شعارات، لا، الشباب المصري موجود في كل جهاز اداري، في كل جهاز اداري للدوله موجود. في نجد محافظين من الشباب، نجد وزراء من الشباب، نجد معاونين للوزراء من الشباب، نجد مساعدين للوزراء من الشباب، نجد نواب في البرلمان بغرفته بعدد كبير جدا من الشباب. ودي حاجات لم تتحقق من قبل في تاريخ الدولة. دي مكاسب احنا حريصين كشباب على التمسك بها. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتقوم بدور كبير جدا في هذا الملف، وخصوصا ان التنسيقية بتعتبر من أهم ومن أكبر الكيانات الشبابية. أعتقد أنه التنسيقية خلال الفترة الحالية بتقوم باعتبارها بتمثل كل الكيانات السياسية وكل الكيانات اللي موجودة، وبتمثل أكثر من 26 حزب سياسي بالإضافة إلى شباب السياسيين. بنقوم بدورنا في توعية الشباب المصري، بنقوم بدورنا من خلال عقد ندوات داخل الجامعات المصرية، عقد ندوات داخل الأحزاب السياسية، عقد ندوات في كل النقابات المهنية وخلافه للتوعية بأهمية المشاركة. صحيح. وده الدور الهام والكبير للتنسيقية خلال الفترة الحالية. زي ما حضرتك قلت سيادة النائب، الحقيقة أن الشباب المصري عفوا تم توعيته في وتأهيله حتى في الفترة اللي فاتت بشكل كبير جدا، ويمكن ده اللي تبعناه من خلال مشاركة الشباب والتطوع اللي بيبقى موجود في مختلف حتى الأحداث أو مختلف الفعاليات اللي بتكون موجودة في مصر. وعشان كده هنروح نتابع مع حضرتك حالا يعني التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يعني بيواصل الحقيقة سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة بمختلف محافظات الجمهورية لدعم وتأييد السيد عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية جمهورية مصر العربية تحت عنوان انزل شارك مصر الأهم. ده جمانة جي بحضور عدد كبير من ممثلي الجمعيات القاعدية والقيادات الطبيعية وعدد كبير أيضا من الشخصيات السياسية والأجهزة التنفيذية، بالإضافة للنواب والشخصيات العامة والمواطنين من أهالي المحافظات. دي المحطة العاشرة لمؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز للتحالف الوطني، واللي كانت بمحافظة أسيوط، وده لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية بمصر. الناس كلها في شعب أسيوط هنا تؤيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترة رئاسية جديدة. في الحقيقة أنا ما كنتش متخيل هذا الحشد الكبير. هذا المؤتمر وهذا الحشد العظيم جاء من كل صوب واتجاه في محافظة أسيوط لتأييد ترشيح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة من أجل الأمن القومي المصري ومن أجل مصلحة مصر. شعب أسيوط كله على جميع المحافظات بيقول للرئيس ربنا يوفقك واللي عملته لمصر ربنا يحفظك ويسر لك الأمر. خلال المؤتمر تم استعراض جميع الإنجازات والمشروعات اللي حققتها الدولة المصرية داخل محافظات الجمهورية، خاصة في محافظة أسيوط، وده بحضور عدد كبير جدا من المواطنين وعدد من قادة الرأي بالمحافظة. عايزين إقبال جماهيري غير مسبوق على صناديق الانتخابات عشان الرسالة توصل لكل الدنيا إن الشعب ده شعب واحد ومتماسك جدا جدا وواعي وفاهم وعارف مصلحته. هذا يوم الوفاء، هذا يوم العرفان، هذا رد الجميل على جميع الشعب المصري أن يبادر بالنزول للانتخابات من أول يوم. الرئيس السيسي يستحق أنه يشكر ويستحق أنه عرفانا مننا بالجميل كأسيطة وكسعيدة نقول له شكرا على اللي انت عملته معانا، اللي انت عملته كتير، فاحنا عشان كده بنبيعك وبنأيدك. يمكن الحشد اللي قدامنا ده بيأكد قد ايه وعي المواطنين باللي بيحصل على أرض الواقع، وجودهم وإصرارهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ده من أجل استكمال مسيرة الإنجازات.
زي ما تابعنا مع حضراتكم الدور الحقيقة اللي بيقوم بيه الشباب دلوقتي دور مهم وفعال جدا، وده لو هنرجعه لشيء هنرجعه للتأهيل الجيد جدا الحقيقة اللي تلقوه على مدار السنين اللي فاتت. على أي حال طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر النائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نورتنا في صباح الخير. شكرا يا فندم. نشكرك يا فندم، شرفتنا ونورتنا بكده. يعني وصلنا لنهاية حلقتنا، شكرا ليك يا جمانة وشكرا لحضراتكم. استنونا بكرة وحلقة جديدة من 7 ل 10 صباحا كل يوم، وصباح الخير يا مصر.